مرحبا مس، كيسعد اوقاتكم، كيفكم؟ ان شاء الله مناح. ان شاء الله اليوم رح نبلش نشرح ماده الاورال راديولوجي للفاينل. طبعا ماده الفاينل مكونه من 5 تفاريغ، لدي الوقت ما رح نشرح التفريغ الاول وهو اساسا يدوبه 4 صفحات ونص، وكلياته هيك معلومات نظريه وما بدي شرح، فبتقروها هيك وان شاء الله ما بيصعب عليكم. هلا التفريغ الثاني والتفريغ الرابع بيحكي لنا عن التكنيكس اللي بنستعملهم بالاورال راديولوجي لما بدنا ناخذ صوره راديوجراف، تمام. والتفريغ الثالث بيحكي لنا عن البانوراما، والتفريغ الخامس بصراحه ما شفت لسه موضوعه، فرح نبلش هلا ونحكي عن بالتفريغ الثاني اليوم ان شاء الله رح نشرحه. بيحكي لنا عن واحد من التكنيكس اللي رح نتعلمهم هلا. يعني مجملا انا بدراستي رح اتعرف على 2 تكنيكس، واحد بسميه الباراليلينج تكنيك والثاني بسميه البايسكتنج تكنيك، تمام. ليش كل واحد هيك تسمى؟ في له سبب، هلا كمان رح نتعرف على السبب تبعه، تمام. يلا بسم الله خلونا نبلش. هلا بالباراليلينج تكنيك، اول شيء بيقول لك انه لما بدك تاخذ صوره راديوجراف، الخطوه الاولى انك تخبر البيشنت انت كم صوره بدك تاخذ، تمام. هلا انت كدكتور او نحن كدنتست، علاقتنا مع المريض مبنيه على الوضوح والشفافيه. يعني قبل ما نبلش بخطه المعالجه، قبل ما نبلش باي شيء، اوكي، لازم المريض يكون بيعرف. يعني ما تفاجئ المريض او تشتغله وهو مو عارفان انت بالضبط شو عم تعمله، لا. العلاقه بيناتنا وبين المرضى لازم تكون واضحه وكل شيء يعني مرسوم، والبيشنت يكون بيعرف انت شو قاعد عم تعمل، حتى بعدين البيشنت يعرف هو شو له وشو عليه، تمام. هلا لما بدنا نبلش ناخذ صوره، اوكي، الصوره عندي مكونه من 3 عناصر، اوكي. العنصر الاول اللي هو البيشنت، والعنصر الثاني هو هذا جهاز الاكس راي او الاكس راي بيم، اوكي، والعنصر الثالث اللي هو الفيلم، تمام، مع الهولدر، اوكي. الفيلم بيشتغل لي نفس مرايه، اوكي. شفتوا كيف؟ يعني شو بدي اقول لكم، اذا الفيلم عندي ما كان موجود ما راح يكون في عندي صوره. الفيلم هو اللي بيستقبل اشعه الاكس راي لحتى يطلع لي صوره الاسنان اللي انا بدي اياها، او الراديوجراف اللي انا بدي اياها، اوكي. فهذا الفيلم لازم يكون محطوط بطريقه معينه. مين اللي بيخلي لي بالباراليلينج تكنيك، مين اللي بيخلي لي الفيلم محطوط بطريقه صحيحه؟ هاي الانسترومنت اللي بنسميه الفيلم هولدر. هلا شوي شوي رح نتعرف على كل وحده. طيب نجي على العنصر الاول اللي هو البيشنت. اول شيء البيشنت كيف يعني رح اخليه يقعد؟ لازم اقعده بطريقه مريحه، اوكي، يكون هو مرتاح، تمام. بعدين رح اطلب منه يشيل اي مثلا شغلات هو لابسها، نظارات، جلاسز، مثلا حلق او بوكل او اي شيء لازم ينشال، خصوصا لو كان معدن. بعد هيك رح اضبط الهيدريست، ادجست ذا هيدريست. شو هو الهيدريست؟ انه البيشنت هو قاعد على الكرسي، تمام. الكرسي بيكون له هيك مثل سناده بتسند الراس، اوكي. فهي السناده كمان لازم اضبطها لحتى تكون بوضع مريح ويكون الراس بوضع معين، رح نحكي هلا عنه كمان شوي. وثالث شغله طبعا التشير نفسه، الكرسي رح اضبطه بحيث انه يناسبني انا اللي بدي اخذ الصوره. اللي بياخذ الصوره بنسميه الاوبريتور، يعني بنعمل الكرسي بحيث انه يتناسب معه، انه يقدر يوصل للبيشنت، يقدر ياخذ الصوره مظبوط، ما يكون مثلا كتير عالي او كتير واطي. بعدين راح نخلي البيشنت يلبس شغلتين، واحده بنسميها ليد ابرون والثانيه بنسميها ثايرويد كولر، اوكي. هلا الليد ابرون هي هو هيك مثل شيء بيلبسه البيشنت، مثل حاجز بيلبسه البيشنت، مصنوعه من ماده الرصاص، بتخلي لي او بتمنع لي الاكس راي توصل لجسم البيشنت او اللي هي الاجزاء من جسم البيشنت اللي انا ما بتلزمني بصورتي. يعني احنا مثلا عم ناخذ صوره للاسنان، شو مثلا في ضروره انه البيشنت توصل اكس راي لصدره او مثلا لايديه؟ ما في داعي. فبنحاول ان نقلل التشو انه تتعرض للاكس راي من دون حاجه، اوكي. وبنسميه وبنلبسه شيء كمان اسمه الثايرويد كولر. الثايرويد كولر هو مثل هيك كمان شيء بيلبسه المريض برقبته، بيحمي لي الثايرويد جلاند والرقبه من الاكس رايز، تمام. طيب هيك خلصنا نحن من العنصر الاول. نجي على العنصر الثاني، اوكي، اللي هو بدنا نحكي هلا عن الفيلم والانسترومنت، كيف لازم يكون شكله. اول شيء بدي عشان هيك يعني تكونوا على بينه، هاي الاداه، اوكي، بنسميها الرين باراليلينج انسترومنتس او اكس سي في، اوكي، هاي هيك اسمها، تمام. طيب من شو مكونه هاي الانسترومنت؟ اول شيء نطلع على هذا الجزء اللي هون، اوكي، او هذا اللي هون، تمام. هو عبارة عن هولدر أو قاعدة، تمام، لحتى أحط الفيلم عليها، تمام.
نفس هيك. شايفين كيف الفيلم هون راكب على هاي الهولدر او هاي هذا الجزء من الانسترومنت؟ نفس هيك بالضبط، انه هاي هذا هو الجزء اللي بده يركب عليه الفيلم تمام بطريقه معينه، هلا رح نحكي عنها انه كيف بنركبها بالضبط. وبعدين هاي رح تفوت لجوا عتم البيشنت على الاسنان تمام، لعند الاسنان او لعند المنطقه اللي انا بدي اصورها. اوكي، بعدين بعد ما نخلص من هاي بدها تجيني هاي المنطقه هاي او هذا الجزء هذا هون بنخلي البيشنت يعض عليا اوكي، لحتى يثبت بالضبط الفيلم بالطريقه اللي انا بدي اياها او بالاتجاه اللي انا بدي اياه، انه مو بعد ما انا ثبته خلاص يصير يتحرك ويخرب عندي، لا الفيلم لازم يكون محطوط بطريقه معينه هلا بنحكي عنها تمام. ومين رح يثبت لي هاي الطريقه؟ انه البيشنت يعض اوكي، فهيك بيثبت عندي الفيلم كيف بالضبط محطوط جوا تم البيشنت. بعدين عندي نفس هاي هذا الجزء او هاي العصايه اللي هون اوكي. بعدين في عندي هاي الرينج. طيب طب شو فائده هاي الرينج؟ هلا تخيلوا انه اوكي خلاص طلعوا هون كيف خلينا البيشنت، فوتنا الفيلم حطيناه وخلينا البيشنت يعض وكل شيء. الاكس راي اللي بدها تطلع من هون تمام لازم بالضبط تكون عموديه على الفيلم تمام، يعني ما بصير تكون مثلا تطلع الاكس راي وتضرب لي فوق الفيلم او تحت الفيلم، هيك انا شو استفدت؟ الفيلم هو مثل مرايه اوكي، لما بيضرب فيها الاكس راي بتطلع لي الصوره، اذا الاكس راي ما اجى على الفيلم ما رح تطلع لي صوره تمام. فلهيك لازم الاكس راي بيم اللي بدها تطلع من هذا الجهاز تمام تضرب بالضبط وتكون عموديه على الفيلم بالضبط، لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يساره. مين اللي بيساعدني على هذا الشيء؟ هاي الرينج. رح اجيب هذا الجزء من جهاز التصوير واللي بسميه البي اي دي اوكي، هذا اللي بتطلع من هون الاكس راي بيم، رح جيبه وحطه بالضبط على هاي الرينج، رح اطبقهم على بعض. فهيك يعني هاي الرينج اصلا مصممه لحتى وقت نطبق عليها البي اي دي اوكي، كمان يعني تكون هي مثل منفذ او وسيله لحتى الاكس راي تطلع وتضرب بالضبط على وتكون بيربنديكولار للفيلم، تكون عموديه على الفيلم. فهمت علي شلون؟ فهمت علي شو فائدة هاي الرينج؟ انه توجه لي الاكس راي بالضبط لحتى تكون عمودية على الفيلم تمام؟ هيك نكون خلصنا الجزء الثاني. فرح بلش اشرح الحكي اللي بالتفريغ. اول شيء عم يقلكن انه بالبارالينج تكنيك الفيلم لازم يكون موجود بطريقة بحيث انه يكون موازي لللونج اكسس تبع التوث تمام. اللونج اكسس اوف ذا فيلم از بارالل وذ ذا لونج اكسس اوف ذا تيث تمام، اللي بدنا نصوره اوكي. كيف يعني هذا الحكي؟ هلا تخيلوا انه هذا هون تم البيشنت اوكي، هذا هون الالفيولار بون تمام، وهذا هون التوث اللي انا عندي اياه او التيث اللي انا عندي اياه تمام، وهذا هو الفيلم. انتوا فاهمين هاي كيف اتاخذت؟ هاي كاني انا جيت لعند هذا البيشنت اوكي وقصيت هيك وشه بالنص تمام، وقعدت اطلع من على جنب تمام. عرفتوا كيف طلعت هاي الصوره؟ فلما بدنا نحط طلعت لي هاي الصوره اوكي. فنحن لما بدنا نحط الفيلم لازم نحطه بطريقه انه هذا اللونج اكسس تبع الفيلم تمام يكون بالضبط موازي لللونج اكسس تبع السن اوكي، يعني الاثنين سوا لازم يكونوا موازيين لبعض. لهيك هذا اسمه parallelling technique. هلا بالتكنيك الثاني اللي هو اسمه bisecting technique اللي رح نحكي عنه المحاضره بالتفريغ الجايه او بالفيديو الجايه، طلعوا كيف هذا هو الفيلم اوكي، هو ما انه جاي parallel لللونج اكسس تبع التيث تمام، طلعوا كيف هذا اللونج اكسس هون هذا هو اوكي، وهذا هو الفيلم. طلعوا كيف انه هن ما انهم متوازيين اوكي. فهذا بنسميه البايسكتنج تكنيك، وطبعا له اعتبارات ثانيه للشيء سميناه رح نشرحه المره الجايه، بس هون بدي اياكم تفرقوا انه شو يعني بارالينج تكنيك وشو يعني بايسكتنج. البارالينج يعني انه الفيلم بارالل لللونج اكسس تبع التوث، هاي الخطوه الاولى وهي اهم شيء، لازم يكون الفيلم موازي للاكسس تبع السن اوكي، هاي اول شيء. الشيء الثاني انه نحن حكينا هلا عن علاقه الفيلم والسن كيف لازم يكونوا موازيين لبعض. طب شو بالنسبه لاشعه الاكس راي؟ اشعه الاكس راي نفس ما قلنا لازم تكون عموديه عليهم، يعني هلا بتطلع لي هيك وبتضرب بالسن بعدين بتضرب بالفيلم تمام. فعلاقه السن والفيلم لبعضهم شو بيكونوا متوازيين، بس علاقه الاكس راي اللي بدها تطلع من هون شو راح تكون عموديه تمام. خليني على الصوره احسن
اوكي طلعوا هذا هو الفيلم متوازي مع المحور او الاكسس تبع السن. بالمقابل هاي هي البيم، شايفين الاسهم كيف جايه عموديه على السن اول شيء، طلعوا كيف عندي هون زاويه 90 وبعدين على الفيلم. اوكي فاذا كملخص علاقه الفيلم مع السن شو هي؟ بارلل، متوازين لبعضهم. بس علاقه الاكس راي بيم مع السن وبعدين الفيلم شو بدها تكون؟ عموديه. اوكي بيربنديكولر، اتفقنا؟ طيب انه طب انا يعني شو الشيء اللي بده يساعدني لحتى اعمل كل هاي العلاقات؟ هاي الانسترومنت اللي شرحنا عنه قبل شوي، نفس ما شرحنا بنحط بنثبت الفيلم نحن. اوكي بنثبت الفيلم هون، بعدين بنفوته على تم البيشنت. اوكي وبنخلي البيشنت يعض. لما يعض البيشنت هاي الانسترومنت اصلا مصممه كرمال هذا الغرض، انه اول ما يعض البيشنت خلص كل شيء بيزبط، انه هي لحالها بتصير عموديه على محور السن. فهمت؟ عفوا قصدي موازيه لمحور السن. ولما انا بجيب الاكس راي بيم وبثبتها هون على هاي الرينج بفوت وبصير الاكس راي بيم تطلع، عفوا لما بجيب البي اي دي وبثبتها هون على هاي الرينج رح تطلع منها الاكس راي وتضرب بشكل عمودي على السن وبعدين على الفيلم. اوكي يعني هاي وظيفه الانسترومنت. اوكي وهذا هو ملخص الحكي اللي هون. فاذا الفيلم والتوث والرينج كلياتهم بدهم يكونوا بارلل لبعضهم، والاكس راي بيم بدها تيجي تضرب بشكل عمودي وبيربنديكولر على التوث والفيلم والرينج. اتفقنا؟ نفس ما محطوط هون بهاي الصوره، هذا اللونج اكسس تبع التوث وهذا اللونج اكسس تبع الفيلم، اوكي موازيين لبعضهم، واجت البيم وضربت بشكل عمودي على السن وبعدين على الفيلم من خلال الرينج الموجوده برا برا تم المريض. اوكي وهيك رح تطلع لي الصوره. طيب نحن ليش بنعمل كل هاي الشغلات؟ يعني طب ليش يعني مثلا ما نصور بزاويه مايله او هيك؟ ليش لازم يكون يعني شيء متوازي وشيء عمودي؟ كرمال تطلع لي ابعاد السن ومقاساته بطريقه صحيحه ومن دون تشويش، من دون ديستوريشن، تمام؟ من دون ما يكون عندي تشويش او ابعاد مو ظابطه للفيلم. اوكي لما انا بحقق هاي العلاقه السن نفس ما هو مقاسه تقريبا جوات من البيشنت بده يطلع لي بالصوره هاي. اوكي فهاي شو اسمه الهدف من كل هذا التكنيك، من كل هاي الخطوات اللي لازم نطبقها، انه الموضوع ما بصير بشكل عشوائي. اوكي هلا هو يا اما بده يطلع بالضبط نفس المقاس او اوقات بيطلع انه ممكن شوي اكبر اوكي من السن الطبيعي، بس الشكل رح يكون نفس ما هو. تمام طيب البارالينج تكنيك ادفانتجز اللي هي الفوائد تبعيته، اول شيء طبعا نفس ما قلنا انه هو بده يعطيني دايمنشنز كتير يعني دقيقين وظابطين وبيشبهوا كتير او قريبين كتير من حجم السن ومقاس السن الطبيعي، ومن دون ما يكون عندي اي تشويش للصورة، يعني الصورة ما تكون هيك مغبشة او مظابطة، لا احنا بمعالجاتنا رح يكون عندنا كل شيء دقيق، فبحتاج انه كل شيء عندي يكون بدقة ويكون واضح. تمام لهيك بهذا التكنيك رح تطلع للصورة انه من دون تشويش، تمام ومقاساتها ظابطة وحتى شكل السن كمان بيكون ظابط، وعلاقه السن بالاسنان اللي جنبه او علاقته مثلا بالجنجيفا او بالالفيولر بون اللي حواليك، كل شيء راح يكون نفس ما يعني موجود بتم البيشنت لحتى اعاين بطريقه صح وبالتالي اشخص بطريقه صح وبالتالي اعالج بطريقه صح. اوكي طيب لما نحن بنستعمل هذا التكنيك، اوكي طريقه اخذي للصوره بتكون كتير مبسطه، يعني التفريغ الجاي رح ناخذ تكنيك تاني. اوكي التكنيك التاني اوقات رح اضطر اني استعمله بس هذا كتير اسهل، يعني انت بس مجرد بتخلي البيشنت بتحط الانسترومنت جوات تم البيشنت بتخليه يعض وخلص انت وقت عندك يعني انعمل كل شيء. اوكي بالتكنيك التاني لا رح يكون شوي الوضع مختلف، فرح يكون انك تضبط هاي العلاقه او العلاقه المعينه اللي رح ندرسها رح يكون شوي اصعب، فهذا شو اسهل للبيشنت ولإلك كمان لحتى تضبطوا هاي العلاقة اللي هي مين موازي لمين ومين عمودي لمين. تمام شو كمان نفس ما قلنا انه رح يكون كتير اسهل انك تضبط الفيلم بطريقة معينة اوكي من خلال الانسترومنت اللي حكينا عنه. وشو كمان وهون الهيد بوزيشن از نوت از كريتيكال. شو يعني هذا الحكي؟ يعني هلا بالتكنيك الجاي اللي راح ندرسه تمام او شوي كمان لقدام راح اعرف انه راس المريض ما راح يعني ما بيزبط يكون باي وضعيه، ما بيزبط يكون مثلا مايل على اليمين او على اليسار او هيك، لا لازم يكون بطريقه معينه تمام. بس هون هو مو كتير مهم، ليش؟ لانه اللي بيحكم لي انه بالضبط يكون الفيلم ظابط
او علاقته مع السن ظابطه من هو اللي هي الانسترومنت اللي هو لما يعض البيشنت. قلت لكم انه خلص دايركت كل شيء بيزبط وكل شيء الفيلم بينحط بموضوع الصحيح بالنسبه للسن. اوكي فرح يصير وضعيه راس البيشنت ما انا كثير دقيقه او كثير مهمه نفس التكنيكس الثانيين اللي رح ناخذهم. اوكي فهي هي الفوائد. طبعا لكل شيء له فوائد. في كمان سلبيات. السلبيات طبعا انه هو هذا الشيء ما له كثير مريح للبيشنت. تمام شو السبب انه ما له كثير مريح؟ هلا نفس ما قلنا انه الفيلم تمام لازم يكون موازي اوكي للسن. تمام هلا اوقات في عندي اناتومي لانواع معينه من البيشنت ما بيساعدوني انه بالضبط يكون موازي. يعني رح اضطر انه الفيلم يصير مايل اوكي بس البارلينج تكنيك بيطلب انه الفيلم يكون موازي. فهذا الشيء هو واحد من السلبيه انه ما انه كتير سلس او مرن. تمام ونفس ما قلنا انه limited by anatomy variation of the patient's mouth. اوكي يعني هو ما انه كتير مريح للبيشنت واوقات الاناتومي تبعت تم البيشنت بتعيقني لحتى ضبط هذا التكنيك. تمام طيب هلا هون بهاي الفقره عم يحكي لنا انه عم يرجع يذكرنا مره تانية انه الفيلم لازم يكون موازي للاكسس تبع السن. وهون في شغله كتير مهمه انه هو بيكون موازي للاكسس تبع السن كامل. تمام مو تبع الكراون اوكي يعني تبع السن كامل السن والروت السن كامل كيف محطوط جوات الالفيولار بونج او جوات تم البيشنت مو جوات ال او عفوا مو على شكل الاكسس تبع الكراون اللي انا شايفته. طبعا هذا الشيء بكره بنتدرب عليه بالعملي وهيك فما تاكلوا همه بس انه هلا كمعلومه انه نحن بنركز على شغله انه هي بتكون شو موازيه لمين للاكسس تبع السن كامل مو للكراون بس. طيب طيب هلا هون بس عم اقول لكم شغله انه انتم لما ما تحققوا هاي العلاقه يعني تطلعوا كيف هون الفيلم مانو موازي لمحور السن. هو لحتى يكون موازي لمحور السن لازم شو لازم يكون مايل على نفس ميلة السن مو يعني هيك قائم. انا عم احكي عن الفيلم تمام مو قائم. تمام فلما ما يكون قائم ما رح يقدر البيشنت يسكر ولما ما يسكر البيشنت هون ما رح تتحقق عندي العلاقة. لهيك نحن قلنا انه اول ما البيشنت يعض على هذا الجزء من الانسترومنت او من الهولدر رح تتحقق عندي العلاقة. اوكي اول ما يعض لهيك العض هو شيء كتير مهم ان البيشنت ينحط الفيلم بطريقه ان البيشنت يقدر يعض على هذا الجزء من الانسترومنت. اوكي فهذا هو معنى الحكي انه وقت نحن ما بنظبط هاي العلاقه هذا المريض البيشنت ما راح يقدر يعض وبالتالي انا ما راح تتحقق عندي العلاقه تبعت انه يكون الاكسس تبع السن موازي للفيلم. طيب لحتى نظبطه يعني لحتى يكون السن اوكي الاكسس تبع السن نفس ما احنا هلا شايفين هذا الخط موازي للاكسس تبع الفيلم كيف لازم احط الفيلم؟ الفيلم لازم يكون جوات تم البيشنت عامل لي زاويه 20 درجه. اوكي 20 درجه يعني ما رح يكون قائم هيك نفس هاي الصوره. طلعوا هاي الصوره اوكي شايفين كيف هيك عامل لي زاويه 90؟ لا انا بميله 10 درجات. تمام وهيك بتتحقق او عفوا 20 درجه وهيك بتتحقق عندي هاي العلاقه انه يكونوا الاثنين موازيين لبعض. وركزوا نحن هون عم نحكي عن مين؟ عن الفيلم لانه كمان شوي رح نحكي عن الزاويه اللي لازم تكون للبي اي دي. تمام يعني هاي البي اي دي كمان بتكون معموله بزاويه معينه هلا بنحكي عنها. فاذا قديش بتكون الدرجه قديش بنميل الفيلم جوات تم البيشنت لحتى يكون لانه اصلا السن ما انا محطوط بشكل 90 درجه لا حتى السن مايل نفس ما نكون هون شايفين. اوكي فهون بتكون هاي الزاويه شو 20 درجه. طيب بنكمل طبعا هو بس بدايه التفريغ راح تكون هيك شويه شرح بعدين خلاص بنصير بنمشي كتير بسرعه لانه بصير كل شيء مفهوم بصير بس تطبيق. طيب هلا هون قاعد عم يحكي لنا عن الاناتومي تبعيت تم البيشنت او عن البلت. اوكي هلا البلت جربوا هيك انتوا لمسوه بلسانكم البلت اول شيء رح تلاحظوا انه هو شكله نفس شكل القبة. اصلا بالعربي البلت نسميه قبة الحنك. تمام فرح تلاحظوا انه هو شكله مثل القبة انه اول شيء ببلش واطي بعدين شوي شوي ببلش يطلع بعدين بيرجع واطي. اوكي فهون شو عم يقلكم؟ عم يقلكم انه الفيلم لما نجي لو جينا حطيناه قريب من الاسنان اوكي او عفوا قريب من السن A هون عند هاي المنطقة من البلت اللي هي المنطقة الواطية البيشنت ما رح يقدر يسكر.
اوكي، وبالتالي العلاقه ما راح تزبط عندي. فانا شو بعمل؟ بجي برجع الفيلم لورا، اوكي، يعني لنص البلد تقريبا، لهون طلعوا نفس ما هون بالضبط، رجعناها اوكي. فهيك طلعوا كيف البيشنت هون قدر يعض، فلما قدر يعض انا حققت هاي هاي العلاقه، تمام. وغير هيك، غير لما اني انا حققت هاي العلاقه، هلا الفيلم صار يغطي لي كل السن. هلا ما نحن حكينا انه الفيلم هو مثل المرايه، فالاكس راي لما تضرب على الفيلم اي شيء الفيلم مغطيه راح يطلع لي بالصوره، بس اي جزء الاكس الفيلم ما مغطيه، يعني مثلا هون طلعوا كيف الفيلم لو مديت هيك امتداد، اوكي خلينا نكمل، لو مديت امتداد طلعوا هيك، يعني الفيلم ما مغطي لي الايبكس، اوكي. فبالتالي لما تطلع الصورة ما رح تبين عندي الايبكس، اوكي. فلهيك لما رجعته لورا طلعوا، لما رجعته لورا قدر الفيلم يغطي لي كل السن، اوكي. فلهيك نحن لما بدنا ناخذ صورة بنرجع الفيلم لورا اكثر شيء، اوكي، من بعد عن السن لحتى نقدر نعمل هذا التوازن نفس ما مكتوب هون، اوكي. طيب بس صار عندي مشكلة. شو هي المشكلة؟ انه انا لما رجعت الفيلم لورا، اوكي، الصورة اللي راح تطلع لي راح تكون أكبر، السايز تبعها أو الأبعاد تبعت السن أكبر من السن الحقيقي. وتاني مشكلة، راح يصير في عندي شوية تشويش، الشاربنس بدها تقل عندي. فنتيجة لهيك شو الحل؟ راح أستعمل PID تكون أطول شوي، أوكي؟ كيف يعني؟ استنى أورجيكم. شايفين هاي PID بطولها شوي، تمام؟ فلما منطول شوي بنرجع نعمل هذا التوازن اللي صار بسبب انه انا رجعت الفيلم لورا. فهمت علي كيف؟ فاذا لحل هاي المشكله الدكتوره طبعا هون حاطت لنا نفس فرضيات انه العلماء اجوا جربوا لحتى يحلوا هاي المشكله. فمره انه قدموا السن، قدموا عفوا الفيلم فما زبطت معنا للاسباب اللي قبل، وحطوا longer PID فما زبطت معهم الصورة. رجعوا شو عملوا مثلا؟ رجعوا الفيلم لورا بس استعملوا medium PID، اوكي، وهون كتير زبطت معهم. طبعا الفيلم اللي ما رجعنا لورا، اوكي، سمينا resist target، اوكي، وهاي كانت احسن طريقة. وكمان كان في طريقة تانية انه جابوا رجعوا الفيلم لورا، اوكي، بس بالمقابل جابوا شورت PID فما زبطت معاهم. فكانت احسن شيء لحتى نحل هاي المشكلة تبعت انه السن عم يطلع كبير وعم يطلع الابعاد تبعته مو زبطة كتير، هي انه نستعمل ميديم PID يكون الطول تبعه ميديم، تمام، بنفس الوقت بنرجع الفيلم لورا. فهيك نحن بنعمل توازن وبتطلع معنا صورة كتير زبطة. وهي هون مكتوبة بالحرف انه هي الميديم PID with resist target is good compromised، اوكي، good compromised، تمام. فهي اتوقع انه بتجي سؤال بالامتحان، ركز علي منيح، انه احنا شو بنستعمل؟ نستعمل ميديم PID مع resist target، اوكي. طبعا في عندي دسأت انه ليش طيب لما استعملنا long PID ما زبطت معنا؟ لانه long PID كل ما طولناه بدنا نزيد التايم، اوكي، ولما يزيد التايم هي يعتبر هو مشكله، اوكي، لانه تبعا للانفرس سكوير لو اللي اخذناه بالميد، لما انت بتزيد الديستانس او المسافه للدبل انت لازم تصير تزيد التايم 4 مرات وهيك. فلهيك لو انه احسن شيء نحن نستعمل شو الميديوم PID ونفس ما قلنا ريسيست تارجت. طيب يلا وصلنا على الهيد بوزيشن. نفس ما قلنا انه الهيد بوزيشن هون ما له كتير مهم. ليش ما له كتير مهم؟ لانه حكينا نحنا، لانه احنا بنستعمل هون انسترومنت، بنستعمل هذا الهولدر اللي قلنا اول ما انا احط الفيلم بطريقه صحيحه او بطريقه موازيه نفس ما انا بدي اياه والمريض يعض، اوكي، خلص كل شيء عندي زبط، كل الاتجاهات والعلاقات عندي زبطت، فما عاد تفرق معي انا كيف البيشنت راح يميل راسه او هيك، اوكي، لانه اللي بيحدد هو العضه، تمام. مدام البيشنت عضت خلص كل شيء ضابط عندي، ما عاد الراس رح ياثر كتير. ولكن في طريقه يعني اللي هي البيست او المحببه انه البيشنت يكون عامله، وهي انه البيشنت يكون مجلس راسه بحيث انه الماكسيلري ارتش، شايفينه هذا الماكسيلري ارتش، يكون موازي للارض، اوكي، ما انه مايل لقدام ولا مايل لورا. هي احسن طريقه، ولكن اذا مايل لقدام او لورا او كان نايم نفس ما قلنا ما في عندي مشكله، لانه انا هون بستعمل هولدر. بس بتكنيكس تاني او بتكنيكس تانيات رح تكون مشكله، تمام، رح نشوف هلا لبعدين.
فاذا الخلاصه من هون انه الهيد بوزيشن ما انه كثير كريتيكال او ما انه كثير مهم. ليش؟ لانه انا الاساس عندي بوضعيه الفيلم هي الانسترومنت او الهولدر تبعت الفيلم. طيب هلا في شيء بنسميه الفول ماوث سيريز اللي هي عباره عن صور اشعه. اوكي هلا صوره البانوراما اكيد شفتوها من قبل، بتعطيني هيك، هي عباره عن صوره واحده بتصور لي كل الاورال كافيتي بكل الاسنان اللي فيه. بس بهدول الانترا اورال الانترا اورال راديوغراف، هدول الصور الصغار ما بي يعني ما في صوره تشمل لي كل الاسنان مع بعض، لا هي بتقعد بتصور لي كل كم سن لحال، كل كم سن مع بعض. فلو جينا حسبنا رح يطلع معي انه انا لحتى اشمل كل الاسنان فوق وتحت ولفت ورايت بدي 19 بيري ابيكال فيلمز. هلا في عندي طبعا اكثر من نوع للصور، مبدئيا في عندي البيري ابيكال وفي عندي شو البايت وينج. هلا البيري ابيكال اللي هي رح تطلع لي ارتش واحد اوكي من بدايه الكراون لاخر الايبكس. اوكي البايت وينج لا رح تطلع لي التو ارتش نفس هيك، وما رح يكون عندي جزء الايبكس واضح، لا رح يكون عندي بس هون بس جزء الكراون، جزء ال تقريبا مينلي الاوكلوزا سيرفيس رح يكون اكثر شيء واضح. اوكي طبعا لكل صوره استعمالات، بس هون نحفظ انه بالبيري ابيكال فيلمز اوكي بالبارالينج تكنيك بحتاج لكم صوره 19. هاي الدكتوره ركزت عليها بالمحاضره. طيب هلا الافلام نفس ما اخذنا بالمد، شايفين هذا الفيلم هذا اوكي هذا مستطيل، هو نحن متفقين على هذا الشيء، بس مو دائما هو نفس المقاس، لا في منه مقاسات، يعني في منه بهذا المقاس، في مقاسات لسه بتجي اكبر، في مقاسات اصغر، وكل مقاس نستعمله لتكنيك معين لصوره معينه لمكان معين بتم. تمام يعني اللي بيستعمله للانتيرير غير البوستيرير، اللي بيستعمله للادلت غير للتشيلدرن، اللي بيستعمله للبيري ابيكال غير البايت وينج، كل واحد له مقاس. اوكي هذا اخذناه بالميد، وفي جدول اذا بتحبوا ترجعوا له بفصل لكم بالضبط انه لكل صوره اي مقاس بناخذ لها. بس هون بالبارالينج تكنيك اوكي بالنسبه للادلت لحتى نصور الاسنان الاماميه رح نستعمل سايز 1 اوكي، ورح يكون هيك بوضع فيرتيكال، يعني رح هو مستطيل بالنهايه، فبس انا رح اعمله هيك بهذا الشكل يكون بالطول. اوكي لو بدي صور الادلت بالبوست يعني الاسنان البوستيرير البريمولرز والمولرز راح استعمل سايز 2 اوكي، ويكون هيك هوريزونتال تمام بالعرض، يكون الفيلم حط الفيلم بالعرض، يعني الفيلم انا هون لما بدي سبته على هاي الهولدر فيني سبته هيك بالعرض او فيني اقلبه وسبته بالطول. فهمت علي؟ طيب بالنسبه للتشيلدرن، هلا التشيلدرن يعني هن حكوا على اساس انه الاطفال دائما فكهم او اسنانهم او تمهم اصغر من من الادلت، فبنستعمل معهم مقاسات اصغر، والمقاس تبع التشيلدرن سواء للانتيرير او البوستيرير هو زيرو. اوكي ونفس ما للانتيرير بنستعمل معها فيلم بالطول بيكون بالفيرتيكال اوكي، والبوستيرير بنستعمل معهم واحد بالعرض اللي هو شو بده يكون محطوط بالشكل الهوريزونتال. هلا اوقات في بيجونا يعني تشيلدرن بيكونوا انه ما شاء الله فكهم كبير اوكي، فمو مشكله فينا نستعمل معهم المقاس 1 او 2، هو انت بتقعد بتجرب يعني بالعياده وبتشوف شو المناسب. طيب هلا بلش يحكي لنا عن الانسترومنت وحكينا نحن اغلب الشغلات، طبعا نفس ما هون قلنا اول شيء اسمه رين باراليلينج انسترومنت اكس سي في. اول شيء عم يحكي لكم انه هي كلر كودد، اوقات يعني بعض الشركات لحتى ناخذ صوره للانتيرير تيث مثلا بتحط لك انه اللون الاصفر، للبوستيرير تيث مثلا لون ازرق، للبايت وينج لون كذا، للبيري ابيكال لون كذا، انه بحيث انت بالعياده ما كثير تنبلش تقعد تدور، انه خلص انت بتشوف اللون بتاخذه فورا وبتصور فيها للسرعه وهيك. تمام طبعا هدول الالوان مو ثابتين، هو حسب كل شركه مصنعه كيف بتحدد الالوان. اوكي طبعا او نفس ما قلنا في عندي رينج وفي عندي هاي الفيلم اللي هاي هذا الجزء اوكي بنسميه شو البايت بلوك اوكي، وفي عندي كمان هذا الجزء اللي هون اللي بنسميه الميتال بار اوكي بنسميه الميتال بار. هذا الميتال بار شو بده يكون موصل؟ بده يكون موصل للرينج، هاي الرينج اللي بدي اوصل عليها البي اي دي مع هذا اللي هون اللي هو البايت بلوك. البايت بلوك يعني هو الشيء اللي بده يعض عليه البيشنت. تمام طيب هلا بدنا نحكي انه كيف نحن بنركب الفيلم على هاي الهولدر او هاي البايت بلوك. شو بنعمل؟ طلع كيف هون الفيلم راكب، الفيلم اول شيء طلع كيف راكب بهاي الطريقه. اوكي اول شيء اول وهي اهم شيء وهي اكيد رح تجي سؤال، انه
الوايت سايد طبعا الفيلم له جانبين، جنب كلياته ابيض اللي هو الجانب الثاني اللي انتم مو شايفينه، وجنب مقسوم بالنص، جنب هيك بيكون نص ملون ونص ابيض. الجنب اللي كلياته ابيض بده يكون باتجاه السن وبالتالي باتجاه الرينج، والجنب اللي نص نص بده يكون باتجاه هاي السناده او هاي اللي ورا شايفينها، تمام؟ ليش؟ لانه لما نعكس بده يصير عندي لايتر ايمج، يعني الصوره راح تطلع لي كثير كثير فاتحه، لانه وحده من مكونات الفيلم هي الليد فويل. اوكي، هلا راح نحكي عنها كمان شوي. فلو هاي الليد فويل لازم تكون محطوطه من ورا، لو انحطت من قدام راح تعطيني لايتر ايمج. اوكي، فبهيك ما راح تطلع عندي صوره ضابطه. فاذا هاي اهم شيء واول شيء، انه الفيلم كيف بينحط الفيلم له جانبين. الجنب الابيض هو كيف كنت تحفظوه، احفظوه انه وايت وذ وايت، الجنب الابيض كلياته على الوايت اللي هي الاسنان، الاسنان مو لونها ابيض تقريبا، فالوايت وذ وايت، تمام، او وايت اون وايت. بينما الجنب اللي ملون نص نص فهو رح يكون باتجاه هاي القاعدة، نفس ما الصورة اللي شفناها قبل شوي، تمام؟ هاي أول شغلة. تاني شغلة إنه كيف أنا بدي أعرف اليمين واليسار، نفس ما أخذناها بالمد، في عندي نفس هيك دائرة أنا بقعد يعني بشعر فيها بإصبعي، بتكون هيك موجودة على الفيلم، بتكون هيك تقريبا مثل تجويف او مثل تقعر او مثل هيك شيء فيكم انتم تلمسوه. هاي رح تدلني على اليمين واليسار. اوكي، هلا في عندي قاعده اسمها الدوت ان ذا سلوت، تمام؟ شو يعني هذا الحكي؟ الدوت اللي هي هاي الدويره، تمام، لازم افوتها بالسلوت. شو هي السلوت؟ السلوت لازم اورجيكم صوره، استنوا ما بعرف اذا هو كتير مبين هون، بس السلوت هو هيك شيء مثل خندق موجود على هذا الجزء من الانسترومنت لحتى اركب عليه الفيلم. اوكي، يعني هيك الفيلم بفوت جواته، اوكي، فبالتالي بيثبت الفيلم عندي، تمام. فهذا هو السلوت. طب شو يعني دوت ان ذا سلوت؟ الدوت يعني النقطه، اوكي، او هاي الدويره شايفينها بدها تكون من جهه السلوت. يعني انا رح اركب الفيلم هيك، هاي الدوت، اوكي، طلعوا كيف فوتها بالسلوت، يعني ما تكون الدوت فوق، لا تكون الدوت تحت جو عند السلوت، تمام. اذا هاي قاعده عندي اياها، الدوت ان ذا سلوت. اوكي، طبعا هون عندي سلوت واحد، اوكي، لقدام لسه راح يجينا هلا بالبيري ابيكر انا عم احكي، عندي هون شو سلوت واحد. اوكي، فاذا هون شيء مهم انه تكون الدوت ان ذا سلوت، بس لقدام لا، راح يكون عندي يعني اشكال تانية راح نحكي عنها، فما بدي اخربطكم فيها هلا. بس انه هلا بالبيري ابيكال بالبارالينج تكنيك في عندي وان سلوت، ولازم اطبق قاعده الدوت ان ذا سلوت، الدويره بتكون من جهه السلوت مو بالجنب الثاني. اوكي، طيب راح نبلش هلا نفصل. اوكي، احنا هلا حكينا هيك مثل يعني قواعد عامه، رح نبلش هلا نفصل. يلا هلا بدنا، افترضوا انه بدنا ناخذ صوره للانتيريور تيث. اوكي، فهاي الصوره كيف رح نبلش؟ اول شيء نفس ما قلنا بنستعمل سايز 1، فيلم بيكون سايز 1 وبده يكون شو بليست فيرتيكالي، بده يكون هيك محطوط بالطول، تمام، على البايت بلوك، ونفس ما قلنا الدوت ان ذا سلوت. اوكي، هلا لو تنتبهوا هاي الدوت جاي على الزاويه، فانا للانتيريور راح احطها هيك، اوكي، وللبوستيريور راح احطها بالعرض، بس هي بالحالتين بالبيري ابيكال بالبارالينج تكنيك راح تكون شو الدوت ان ذا سلوت. شايفين هذا هو السلوت، هيك مثل خندق او مثل جيبه بنفوت فيها الفيلم. اوكي، طيب للبوستيريور راح نستعمل سايز 2. اوكي، وكمان نفس الشيء انه راح تكون الدوت ان ذا سلوت، هاي اللي قصدي فيها، انه الدوت بكل الحالتين سواء للانتيريور او البوستيريور فيرتيكالي او هوريزونتالي بدها تكون محطوطه عند السلوت. اوكي، طيب هلا بدنا نبلش نحكي شوي كمان بالتفصيل اكثر. هلا اللي راح يجي لقدام هو كلياته قواعد، يعني نحن هلا قاعدين عم نحكي عن قواعد كثير ثابته وكثير مهمه ولازم تنحفظ بالضبط وتطبق كمان لبعدين. فحكينا اول شيء القاعده انه لازم يكون قصه مين اللي هي محور السن يكون موازي للفيلم، والاشعه تجي عموديه عليه هون، هي كانت اول قاعده. وبعدين حكينا شوي عن الفيلم وهيك، هلا بدنا نحكي عن وضعيه الفيلم بالضبط او علاقته بالاسنان جوات تم البيشنت. هلا هون عم يقول لكم انه الفيلم should be equidistant from the teeth. شو يعني هذا الحكي؟
in an anterior posterior direction. شو يعني هذا الحكي؟ يعني الفيلم خلص تمام انا حاططه parallel اوكي كمان او بالتالي لازم يكون المسافة مثلا افترضوا انه انا مثلا بدي صور مثلا البريمولرز اوكي او اوكي بدي صور البريمولرز لازم المسافة بين الفيلم والفيرست مولر تكون نفسها المسافة بين الفيلم والسكند مولر نفس المسافة بين الفيلم المسافة بين الفيلم والفيرست بريمولر تكون نفس المسافة بين الفيلم والسكند بريمولر تكون نفس المسافة بين الفيلم والفيرست مولر تمام ما بصير مثلا نفس هون هلا هون غلط هون لو تطلعوا المسافة بين الفيلم والسكند عفوا والفيرست بريمولر اوكي مو نفسها المسافة بين الفيلم والسكند بريمولر اوكي ما أنا نفس بعض الفيلم مع الفيرست بريمولر لو قسنا راح تكون اطول وكمان للمولر كمان لسه اقصر واقصر اوكي فلا لازم يكونوا المسافة بين الفيلم وكل الاسنان نفس الشيء بالضبط اوكي نفس الشيء نفس المسافة تمام تكون اكوي ديستانت طيب هاي الشغلة الشغلة الثانية هاي اول هاي قاعدة حكيناها القاعدة الثانية نفس ما قلنا لازم البيشنت يقدر يعض اوكي لما ما يعض البيشنت رح تصير عندي مشكلة اوكي والفيلم ما رح يقدر يغطي لي كل السن فهي هون incorrect ليش لانه السنان هون اللي تحت صح طابق اوكي بس هون التحت ما بيعني لي انا بدي اخذ صورة لفوق الفيلم لو تنتبهوا موجه للأبر arch او للأبر سنترال اوكي فلازم الأبر سنترال واللور سنترال اتنيناتهم يكونوا عاضين على البايت بلوك تمام هون طبعا عم يقولكم انه هو الفيلم محطوط باراليل بالحالتين ولكن هون الفيلم ما نعاضد فهي قاعدة انه لازم البيشنت يعض على الفيلم اوكي طيب هلا اوقات طلعوا صح نحن هون حكينا انه لازم التو ارتش تو ارتشز او الاسنان اللي فوق واللي تحت لازم يكونوا عاضين على البايت بلوك طب افترضوا انه واحد ما عنده اسنان من تحت كيف بده يعض بكل بساطه هون الحل اوكي نحن لازم نحقق العض اوكي فشو راح نعمل راح نجيب قطن اوكي ونحطه على المكان اللي الاسنان فيه مفقوده او الاسنان ما عم توصل لحتى تعض طب يعني كيف رح يصير الموضوع افترضوا انه انا مثلا بدي صور الابر تيث بحط القطن وين على اللور تيث اوكي او على الفك السفلي طب افترضوا انه انا بدي صور الفك السفلي بروح بحط القطن عند الفك العلوي تمام فهذا هون الحكي انه نفس ما قلنا لما بيكون عندي اسنان مفقودة توثلس شو رح نعمل رح نحط الكوتن رول اوكي راح نحط قطن هذا القطن وين مكانه بده يكون against the arch opposite the one being radiographed اوكي يعني راح نحطه على الارتش او على الفك اوكي المقابل للفك اللي انا بدي اصوره تمام طيب هلا حكينا كتير نحن عن البايت بلوك اوكي قلنا اول شيء لازم الفيلم يكون موازي وثاني شيء لازم الاسنان الفوقانيه والتحتانيه تعض على البايت بلوك نجي هلا للعنصر الثاني من الانسترومنت اللي هي شو الرينج لحظه وين الصوره شايفين هاي الرينج على فكره ما انا ثابته هون بمكانها بتتقرب وبتتبعد فبعد ما نحط الفيلم جوات من البيشنت وعض وهيك وخلص كل شيء تمام جوات من البيشنت بيجي هلا دور الشغل برات تم البيشنت اوكي فانا شو بعمل هاي الرينج لازم تكون قريبه اكثر شيء ممكن لخد المريض يعني راح اقعد هيك اقربها هيك لجوا لحتى تطبقلي على خد المريض تمام نفس هون شايفين هاي الرينج بقربها هيك لحتى تضرب بخد المريض وبعدين بوجه البي اي دي لحتى تطلع لي الاكس راي بيم طبعا هذا الشيء بيعطيني نتيجه كتير دقيقه وكتير صحيحه ومقاسات صح تمام وطبعا السبورتنج بار ما رح اتركها معلقه بالهواء لا المريض البيشنت بيكون عاضد هون بس بنفس الوقت انا ماسكه البار من هون اوكي وساندته من هون والرينج نفس ما قلنا بدها تكون قريبه تمام ليش طيب الرينج بدها تكون قريبه قلت لكم لحتى تعطينا مقاسات صحيحه وبنفس الوقت لو كانت الرينج بعيده تمام ف
هون الصورة راح تطلع كتير فاتحة، اوكي؟ فلهيك نحن لازم نقرب الرينج قد ما نقدر على وش البيشنت او خد البيشنت، اتفقنا؟ طبعا نفس ما قلنا انه الهيد is supported by الهيدريست نفس ما حكينا، اوكي؟ ليش طيب هو لازم الهيد يكون مسنود؟ لانه البيشنت اول شيء لازم يكون مرتاح انت عم تاخذ الصوره، وثاني شيء كرمال ما يتحرك البيشنت. هلا لو البيشنت تحرك بده تغبش عند الصوره، بده تطلع لي صوره مو ظابطه، رح تطلع مغبشه، اوكي؟ كيف انتم لما تكونوا قاعدين عم تاخذوا صوره، اوكي، وتهز ايدكم اثناء التقاط الصوره؟ نفس المبدا بالضبط، لما اذا البيشنت تحرك ونحن قاعدين عم ناخذ الصوره، الصوره رح تطلع لي مغبشه ورح اضطر اني اعيدها. لهيك في عندي هيد ريست بيثبت لي الهيد بمكانه الصحيح ومن دون ما يتحرك البيشنت اثناء اخذ الصوره. طيب حكينا عن الانسترومنت وهيك، وحكينا عن الفيلم، وحكينا عن الهيد بوزيشن. هلا اجى دور البي اي دي. البي اي دي هو الجزء من جهاز الاشعه اللي بده يطلع لي الاكس راي بيم، اوكي؟ هاد كمان له شروط، له طريقه يكون موجود فيها، اتفقنا؟ هلا البي اي دي لازم كمان له عدة ضوابط. اول شيء بيقولكم هون انه هاي البي اي دي لازم تكون شو بارلل، اوكي، للرينج، تمام؟ ولازم تكون كمان اكوي ديستانت. شو يعني اكوي ديستانت؟ يعني ما تكون مايله بزاويه، لا، المسافه من هون لهون نفسها، من هون لهون نفسها، من هون لهون، اوكي؟ اوكي، هلا خلصنا من الشغلات العامه، اوكي، او من الضوابط العامه. رح نبلش بالضبط نحكي كيف بنصور كل منطقه بالسن، اوكي؟ انه بالنهايه هي شو، هي انترا اورال راديوغراف، انترا اورال راديوغراف، يعني ما رح تصور لي الفك كلياته، لا، رح تقعد تصور لي اجزاء اجزاء، اوكي؟ اول شيء رح نحكي عن الماكسيلاري سنترال لاترال. يعني هلا انا بدي اخذ صوره، اوكي، هاي الصوره يطلع في يمين السنترال، اوكي، عفوا السنترال واللاترال، تمام؟ او دقيقه، ايه بالضبط، السنترال واللاترال، تمام؟ طيب شو الخطوه الاولى؟ الخطوه الاولى رح اجيب الفيلم، اوكي، وحطه جوات تم البيشنت. بس وين بالضبط رح احطه؟ رح احطه بطريقه انه يكون يغطي لي السنترال واللاترال، تمام؟ يعني يكون الفيلم بالنص بين السنترال وبين اللاترال، تمام؟ طلعوا نفس هيك، كيف السنترال واللاترال جايين بنص الفيلم، نفس هذا المبدا، تمام؟ هلا الفيلم له ديستال شو اسمه، ديستال يعني ايدج، اوكي، وميزيال ايدج. الميزيال ايدج تبعت الفيلم وين بدها تكون طابقه؟ بدها تكون طابقه بالضبط على الميد لاين، تمام؟ وما ننسى انه الفيلم لازم كمان يكون بارلل للاكسس تبع السن، اوكي؟ يعني هو له اكثر من بعد. هون عم يقولكم انه رح نشوف صورة ماكسيلاري سنترال لاترال بيري ابيكال شو اسمه فيلم، وانه هي هون كتير ظابطة، وانه هون عندي البوث كراونز والروتس كلياتهم مبينين عندي، اوكي، وانه يعني السنين كامل يعني مبينين كلياتهم بدلا من الكراون الايبكس. لهيك انا بعتبر انه هاي الصوره كتير منيحه، بالاضافه مثلا لهي الميزيال والديستال اوت لاينز للسنين كمان واضحين عندي، ما عندي هون اوفرلاب، اوكي؟ فهون انا بعتبرها هاي الصوره كتير منيحه. طيب هلا الاوفرلاب، خلينا نحكي شوي عن الاوفرلاب. بس قبل ما احكي عن الاوفرلاب، في هون ملاحظه بيقولكم انه نحن تعلمنا انه بنستعمل سايز شو للانتيريور ريجن، سايز 1، بس بيقولكم انه كمان ممكن تستعملوا سايز 2 على حسب حالتكم. بس لما بنستعمل سايز 2 رح يعني اقدر صور صوره مو بس للسنترال ولاترال، لا، رح اقدر صور صوره للصوره للفور انسايزرز، التو سنترالز والتو لاترالز، اوكي؟ طبعا كيف بنحطها؟ بنجيب الفيلم بالضبط وبحاول غطي فيه الاسنان الاربعه، اوكي، بده يكون نص الفيلم مطابق على الميد لاين تبع البيشنت او الميد لاين تبع الارتش، اوكي. ببعض الحالات او هون مثلا بهاي الصوره بنلاحظ انه طلعوا انه هدول السنترالز، اوكي، بس بنفس الوقت هون في عندي مشاكل. شو المشاكل اللي عندي اياها؟ اول شيء انه طلعوا الديستال ايدجز تبعيه اللاترال ما انا كثير واضحه، تمام، او الديستال بارت من اللاترال مو كثير واضحين. وثاني مشكله اللي هي الاوفرلاب. شو يعني الاوفرلاب؟ الاوفرلاب يعني انه
الاوتلاينز تبعت الاسنان اوكي مانا كتير واضحه، الاوتلاينز فايته ببعضها. طلعوا هون كيف عندي الميزيال اوتلاين تمام تبع الليفت سنترال اوكي، والميزيال اوتلاين تبعت الرايت سنترال كيف طلعوا كيف محددين وواضحين، شايفينهم كيف؟ بينما هون تعالوا على الاوتلاينز اللي هون الديستال تبع السنترال والميزيال تبع اللاترال مو مبينين عندي، فايتين ببعض. طب هاي المشكلة كيف اجت او كيف صارت؟ طبعا هاي المفروض ما تكون موجودة، بس كيف صارت؟ منسبق شوي. دقيقة. ايوه هون. كيف صارت هاي المشكلة؟ هاي المشكلة صارت عندي او بنسميها بسبب شيء بنسميه الهوريزونتال انجوليشن تمام. هلا مو نحن قلنا انه الفيلم لازم يكون بعيد نفس المسافه عن كل الاسنان، ما يكون يعني ما يكون مايل اوكي، او المسافه بين البريمولرز والفيلم مثلا مو نفس المسافه بين مثلا المولرز والفيلم. لما بيميل الفيلم اوكي ويعمل لي هوريزونتال انجوليشن بده يصير عندي شيء بسميه الاوفرلاب. كيف مثلا تخيلوا انه انتوا عندكم سور حديقه اوكي، وانتوا افترضوا انه عم تطلعوا عليه مباشره هيك من قدام، عيونكم عامله 90 درجه مع السور الحديقه، رح تشوفوا السور واضح، رح تشوفوا الفراغات بين كل حديده وحديده واضحه صح، بس جربوا مثلا زيحوا على اليمين وتطلعوا هيك بزاويه رح تشوفوا الحدايد فايته ببعض صح. نفس المبدا، نفس المبدا بالضبط. هون لازم يكون الفيلم يعني موازي بالضبط لكل الاسنان وبعيد نفس المسافة عن كل الاسنان لحتى ما يصير عندي هذا الاوفرلاب تمام. طبعا هذا الاوفرلاب بصير وين؟ بالكونتاكت بوينتس. طيب بنرجع بنكمل اوكي. هلا خلصنا من الـ من الماكسيلري سنترالز، عفوا الماكسيلري سنترال لاترال، اللي هي الخلاصه انه احنا وين بنحط الفيلم؟ بنحط الفيلم بين السنترال واللاترال، والميزيال ايدج تبعت الفيلم بتكون طابقه على الميد لاين تمام. والبي اي دي نفس ما قلنا لازم تكون اكوي ديستنت وتكون بارلل لل شو اسمه، عفوا انسوا مو بارلل، تكون اكوي ديستنت. بارلل مو كتير مصطلح دقيق، فالاحسن تكون شو؟ اكوي ديستنت، وهي بالحقيقه عموديه اوكي، نوت بارلل اوكي. او فينا نحكي انه البي اي دي هي هيك هي بارلل، بس الاشعه اللي رح تطلع رح تكون شو؟ عموديه. طيب نجي للكيناين. هلا الكيناين رح صوره لحاله، ما رح صور شيء جنبه تمام. فشو بعمل؟ بجي بحط الفيلم بالضبط بنص، شايفين كيف الفيلم محطوط؟ محطوط هيك انه الكيناين جاي بنصه تمام. هي هيك بصور الكيناين تمام. وطبعا برجعه كتير لورا. ليش برجعه كتير لورا؟ لانه الكيناين احنا وقت اخذنا بدنت الاناتومي الروت تبعه كتير طويل، فلحتى اقدر اشمل كل الروت اوكي لازم اني ارجع الفيلم لورا اوكي لهون عند اعلى نقطه تمام، اللي هي مسميه الباليتال فولت تمام. باليتال فولت لهون اوكي. طيب هلا هاي الصورة طلع، نحن لما بناخذ الصورة هيك رح تطلع. طبعا هاي هون بيقول لكم انه هاي الصورة كتير منيحة، وطلع كيف الكيناين مبين عندي ابتداء من الكراون للابكس ريجن، بس انه في عندي مشكلة صغيرة. شو هي المشكلة؟ اللي هي نفس المشكلة اللي حكينا عنها اللي هي الاوفرلاب. صار عندي هون في اوفرلاب بين الكيناين وبين الفيرست بريمولر، بس مع هيك اعتبرت هاي تايبيكال ماكسيلري كيناين فيلم. ليه؟ لانه هاي المشكله اللي هي انه يصير عندي اوفرلاب بين الكيناين وبين البريمولر هي مشكله بالبارللينج تكنيك ما فيني اتجنبها تمام. فيعني هيك هي صايره معي اوكي. فلهيك مدام انه الصوره شاملت لي الكيناين من اولته لاخرته اعتبرت انه هي صوره منيحه. طيب هلا مثل ما بنعرف انه الكيناين اوكي بالاكلوزال بارت تبعه كيف شكل كيف شكله؟ عندي كاسب تيب صح، ما عندي اياه انه اكلوزال سيرفيس او اكلوزال ايدج او انسايزال ايدج، لا عندي كاسب تيب. فنتيجه لهيك لما البيشنت يعض على البايت بلوك ما رح يكون ثابت كتير، انه مو نفس لما يكون عضد هيك على سطح كامل مثل الانسايزال ايدج او مثل الاكلوزال سيرفيس. فلهيك شو الحل؟ الحل اني كمان بحط قطعه قطن تمام، بحط قطعه قطن عند التيب تبعت الكسب اوكي، وبعدين بحط بخلي البيشنت يعض، فهيك طلعوا كيف.
لما حطينا قطعة قطن أو كوتن رول كيف الفيلم صار ثابت، بينما هون طلعوا كيف الفيلم بده يميل. تمام، بده يميل. أوكي، طبعا هون لما صار ثابت أكيد طبعا الفيلم صار موازي للمحور الطولي أو الأكسس تبع السن. طيب ننتقل للبريمولر. هلأ بالبريمولر في عندي شرط، هيك اعتبروا نفس الشرط، انه الفيلم اول شيء بده يكون طبعا نستعمل مقاس 2، اوكي سايز 2، وبده يكون الفيلم محطوط بالعرض. تمام، هذا متفقين عليه. الشرط هو انه لازم يكون مبين عندي الميزيال بارت من الكيناين، اوكي لازم يكون مبين عندي الميزيال بارت من الكيناين، اوكي قد ما اقدر لازم يبين عندي الميزيال بارت من الكيناين. اوكي، يعني بدايه الفيلم بدها تكون عندي الميزيال بارت للكيناين، اوكي، ونهايه الفيلم بدها تكون تقريبا بنص السكند بري مولر، عفوا السكند مولر. انا هون هدفي اني اشوف الماكزيلري بري مولرز، اوكي هدول اللي بيهموني، بس هذا شرط لحتى اضمن انه الصوره عندي تطلع ظابطه. اوكي، وطبعا بدها تكون نفس ما اتفقنا اكوي ديستنت على كل الاسنان. تمام، وطبعا لازم يكون شو بارلل للمحاور تبعت السن. وهون شو بيقولكم، بيقولكم انه هون يعني هاي الصوره هون كتير سهله. ليه؟ لانه الادج الاوكلوزال ايدج تبعت الاسنان اللي هون هي تقريبا نفس الشيء، اوكي فهذا الشيء رح يسهل علي وضعيه الفيلم بحيث انه الفيلم يعني يشمل لي اغلب السن. اوكي، طبعا نفس ما قلنا لما يكون اكوي ديستنت الفيلم وببعده عن الاسنان راح ما يصير عندي اللي هي الانجوليشن او الاوفرلاب. اوكي، راح بالعكس الكونتاكتس او الكونتاكتس الكونتاكت بوينت راح تكون مفتوحه، ما راح يكون في عندي اوفرلاب، لا راح تكون عندي اياها واضحه. تمام، هاي هون بتورجيكم الصوره لما ناخذها انه هي الصوره هون كتير كتير ظابطه، وبشرح لكم انه هون البري مولرز واضحين عندي، اوكي، والفيرست مولر واضحين. اوكي، وهون شايفين كيف تقريبا، عفوا انا هون خربطت، قلت لكم الميزيال بارت من الكيناين، لا انا قصدي الديستال بارت، الديستال بارت لازم تبين قد ما نقدر، هيك نحاول نبين ديستال بارت للكيناين. اوكي، طيب اخر شيء بالماكزيلري مولر رح نحكي انه كيف رح تكون بالماكزيلري مولر. كمان عندي شرط، الشرط هو انه لازم الصوره توضح لي الثري مولرز، الفيرست مولر والسكند مولر والثيرد مولر، يعني ما تكون مثلا ناقصه او تكون مثلا انه مثلا لو كانت الثيرد مولر مو موجوده اقول خلاص ما في داعي اني اخذ صوره، لا في داعي، افترضوا مثلا انه هي امباكتد او انه هي مثلا لسه ما طلعت او في عندي مشاكل، لازم انه الصوره توضح لي الثري مولرز كلياتهم لازم يكونوا مبينين، الفيرست والسكند وال والثيرد. تمام، وطبعا الفيلم بيكون محطوط بشكل عرضي، اوكي، ومقاسه غالبا بده يكون 2، بدايه الفيلم راح تكون من نص البري مولر، اوكي السكند بري مولر، ونهايه الفيلم راح تكون بعد نهايه الثيرد مولر لحتى كلياتهم يبينوا عندي. وهي بتوقع انه هي سؤال امتحان لانه هي كثير الدكتوره ركزت عليها. ونفس ما قلنا طبعا بده يكون البيشنت عاضد على البايت بلوك، كمان شيء كثير مهم، ويكون بارلل ويكون اكوي ديستنت لحتى ما يصير عندي اوفرلاب. هون الدكتورة ذكرت هاي انه بهاي الصورة نحن شو بنشوف، طبعا هاي بنشوف هون شو اسمه الفيرست والسكند مولرز، تمام، والثيرد مولر ريجون، وهون كمان بنشوف شغلة بنسميها شو الماكزيلاري تيوبيروسيتي، اوكي هاي هي الماكزيلاري تيوبيروسيتي، اوكي، وهذا هون مكان الثيرد مولر طبعا يعني ما انا موجود مقلوع الثيرد مولر. طب خلصنا من الماكزيلاري، نجي هلا على المانديبولر، رح نبلش بالمانديبولر انسايزر. هلا المانديبولر انسايزر بنلاحظ انه هن صغار، تمام، فانا بقدر اني اخذهم كلياتهم او بينهم كلياتهم بصوره واحده. طيب نفس ما قلنا انه هون فيني اوضح الفور انسايزرز بصوره واحده، طيب كيف رح نحط الفيلم؟ الفيلم رح نجيبه ونحاول هيك يعني نحطه بطريقه تشمل الفور انسايزرز، وراح يكون هذا الطرف او الابر ايدج تبعت الفيلم فوق الانسايزرز بمسافه معينه، تمام، باقي الفيلم او لتحت بده يكون رايح للفلور اوف ذا ماوث. تمام، بس هون بدنا ننتبه لشغله انه راح خلي البيشنت يعض على البايت بلوك بطريقه كتير لطيفه وكتير شوي شوي، ونحن ما نحاول ندفش الفيلم باصبعتنا لتحت. ليش؟ لانه هذا الشيء ممكن يجرح لي الموكوزا،
تبعت الفلور اوف ذا ماوث، اوكي؟ فلهيك شوي شوي رح يصير الموضوع تمام. وما ننسى الشغلات اللي نحن دائما بنركز عليها، الفيلم بده يكون بارلل للاكسس تبع التيث اللي انا بدي صوره، وبده يكون اكوي ديستانت يعني مسافة الفيلم عن كل الاسنان اللي انا بدي صورها هون، السنترالز واللاترالز كلياتهم بده يكونوا بعيدين نفس المسافة عن الفيلم كرمال ما يصير عندي شو اوفرلاب بين الكونتاكت بوينت. ما تنسوا هاي الشغلات، هاي الشغلات هي اساس كل شيء. وثالث شغله لازم البيشنت كمان يعض، اوكي؟ وهون شغله زياده انه بننتبه على الموكوزا تبعت الفلور اوف ذا ماوث انه ما تنجرح، اوكي؟ انه نخلي البيشنت يعض جنتلي، اوكي، لحتى ما يجرحها ونحن ما نحاول نكبسها. طيب شايفين هاي الصورة؟ هاي لما صورناها طلعوا كيف مبين عندي كل الانسايزرز. هلا هون في شوي من الديستال بارت، ديستال عفوا شو نسميهم، الديستال اوتلاينز تبع اللاترالز ما هم كثير مبينين عندي، اوكي، بس مو مشكلة لانه راح يبينوا عندي لما باخذ صورة المانديبولار كيناين. طلعوا كيف هون بالمانديبولار كيناين نفس الشيء، كيف انا صورت الماكسيلاري كيناين لحاله وكيف حطيت الكيناين بنص تقريبا الفيلم وكان مبين عندي الميزيال اوتلاين تبع البريمولر والديستال اوتلاين تبع اللاترال، نفس الشيء هون راح يكون بالضبط. وراح اعوض مشكله انه الديستال بارت من اللاترال ما بينت بالصوره اللي فوق، هون راح تبين، اوكي. وطبعا نفس الشيء بالماكسيلاري، بدنا نحاول نرجع الفيلم لورا لحتى لانه شو الروت تبع الكيناين كتير طويل، فانا بدي اياه يبين، فلازم يرجع الفيلم لورا. بس كمان نفس الشيء هون انا عندي موكوزا، مو هي مثل البلد يعني آسيا، هو بكل حالات لازم ندير بالنا، بس هون مندير بالنا اكتر، الموكوزا ما لازم تنجرح، هي منطقة حساسة، فمنرجع الفيلم قد ما نقدر لورا بطريقة كتير لطيفة ومن دون ما نضغط لحتى ما نجرح الموكوزا. هون طلعوا كيف هاي الصورة هون بتبين لي هذا هو الكيناين، طلعوا كيف كلياته مبين. طبعا ما تنسوا انه نحن لهلا عم نحكي عن البيري ابيكال راديوغراف، اوكي، ما عم نحكي عن البايت وينج. كل هذا الحكي وكل هاي الشغلات عن البيري ابيكال، البايت وينج لسه ما حكينا عنها، بس البايت وينج رح تكون كتير اسهل يعني لانه هي تقريبا نفس الحكي ونفس الهيكل بس بشوية اختلافات. شايفين هاي هون الديستال بارت من اللاترال كيف بينت عندي، اوكي، وطبعا هون شوي بنلاحظ انه في عندي اوفرلاب، اوكي، ف لازم انه يتزبط، اوكي. بس هون كمان في عندي اوفرلاب بين الكيناين وبين الفيرست بريمولر، هاي الشغله قلناها انه ما فينا نتجنبها. طيب نجي على المانديبولر بريمولر. المانديبولر بريمولر هي الاسهل، اوكي، ليش؟ لانه الريدج هون بدها تكون شو ستريت. شو يعني هذا الحكي؟ انه شايفين كيف الفيلم محطوط بهاي المنطقة، انه هاي المنطقة بتمنى كتير كتير خلص هيك مستقيمة، فالفيلم سهل انه يقعد بهاي المنطقة او ينحط بهاي المنطقة. عكس هون هيك في عندي نفس كورنر شوي عم يصير صعب، اوكي، بس هون لما انا بدي اخد صورة للمانديبولار بريمولر عم تكون شوي اسهل علي، اوكي. طبعا الانتيريور ايدج نفس القواعد بالضبط، لازم تكون شاملت لي الديستال بارت من الكينين، الديستال بارت، اوكي، او الميدل اوف ذا كينين قد ما نقدر نبين من بينه حسب طبعا مقاس الاسنان وهيك، ونص السكند مولر تقريبا، تمام، لازم، وبالنص طبعا اللي انا بدي اياهم البريمولرز. وطبعا نفس ما قلنا الفيلم لازم يكون اكوي ديستانت، تمام، لحتى ما يصير عندي اوفرلاب، اوكي. وهون بنحاول كمان نبعد الفيلم لحتى يصير بنص الماوث، اوكي. وطبعا لازم يكون المريض عاضد وهيك، هي نفس الـ القواعد عم تنعاد كل مره، اوكي، لانه هو بنهايه تكنيك يعني هو الشغلات محدده بس انه في اختلافات حسب نحن وين عم ناخذ الصوره. طيب هاي الصوره هون بتورجينا المانديبولار فيرست وسكند بريمولر، اوكي، والفيرست مولر وشوي من السكند مولر، وهي هون طبعا شوي من الكيناين، فهي صورة كتير منيحة. طيب المانديبولر مولر كمان نفس الشيء، نفس المبدأ انه لازم يبين عندي الفيرست والسكند والثيرد مولر، ونفس الضوابط بالضبط، وبين عندي جزء كمان من البري مولر، ونفس الشيء يكون اكوي ديستنت الفيلم ويكون بارليل. وشو كمان وهون الفيلم بده يكون كتير يعني كومفورتبل، يعني اريح شيء بده يكون هون بالمانديبولر مولر. ليش؟ لانه هون الفلور اوف ذا ماوث بده يكون اغمق شيء، تمام، فراح الفيلم هيك يقعد بكل راحه ويثبت منيح بمكانه حتى كمان بعد ونحن عاضين يعني.
طيب هون هاي الصورة شو رأيكم فيها؟ هاي الصورة هون يعني كتير منيحة. ليش؟ لأنه حققت أنا الشغلات اللي أنا بدي إياها. هاي الصورة للمولرز وفعليا الفيرست مولر مبينة والسكند مولر مبينة ومكان الثيرد مولر مبين. طبعا الثيرد مولر هون مقلوع، بس أنا لازم أخذ صورة لهذا المكان كرمال أشوف لو في عندي مثلا مشاكل بالعظم، يكون مثلا السن عندي مثلا لساته فيه مشاكل أو ما أنا قاعد باتجاه صح أو هيك، فلازم نصور هاي المنطقة حتى لو ما كان في عندي كراون واضح بالكلينيك. طيب هون في عندنا مشكلة، هدول شايفين هدول الشغلات أوقات أو في أشخاص من البيشنتس بيكون في عندهم هدول بنسميهم المانديبولار توراي. شو هن المانديبولار توراي؟ هي عبارة عن بروزات عظمية بتكون موجودة هون باللينجوال بارت تبع تم البيشنت، أوكي، على التو سايدز، أوكي، واحدة على اليمين واحدة على اليسار. هدول بروزات عظمية مغطاية بموكوزا، أوكي. فشو بدي أقولكم، تخيلوا لو إنه هاي هيك كيف موجودة، كيف الفيلم بالضبط بده يقعد؟ هو الموضوع شوي صعب. فبجي انا شو بعمل، الفيلم صعب بينحط هون، لو حطيته هون ما رح يشمل الروتس، ما رح يوصل للروتس، بالتالي بالصوره ما رح يبين الروتس تبعوت الاسنان. فانا شو بجي بعمل، بجي بحطه هون، اوكي، بهاي المنطقه اللي هي اللينجوال سايد اوف ذا توراي، اوكي، تمام، وضحت هاي الشغله انه نحن بنحطه وين، هون بهاي المنطقه، اوكي، وبعدين الفيلم بينحط هون والبيم جاي من برا وملاخد صوره. طبعا هاي المنطقة وين؟ اللي هي بين التورس اللي هي المفرد توراي وبين اللسان، بتنحط هيك هون، اوكي؟ طيب هلا اوقات بيكون في عنا اسنان كتير طويلة، يعني انت بتاخد صورة تمام؟ وبعدين بتشوف الصورة بتلاقي انه السن يعني هيك طويل، مانو كلياته مشمول او الروت تبعه كتير طويل، ما كلياته انشمل بالصورة. نفس هون، اوكي؟ هلا البي اي دي لحتى تكون بيربنديكولار للسن للاكسس تبع السن وللفيلم لازم انت تميلها 20 درجه، تمام؟ يعني هلا هاي ميلتها 20 درجه، فبالتالي صارت عموديه على مركز السن الاكسس تبع السن وعلى الفيلم، تمام. بس اوقات انه مع هيك بيطلع السن عندي يا ناقص، تمام، انه طلعوا هون كيف الاكس راي طلعوا كيف اجت، اوكي، وما يعني طلعوا كيف المسافه اللي هون. فانا شو الحل، افترضوا انه السن اطول من هيك، اوكي، شو الحل؟ الحل اني اميل البي اي دي بزاويه اكثر، يعني بدل ما اميلها 20 درجه نفس هون، طلعوا كيف ميلتها 20 درجه، تمام، هون بميلها اكثر بزاويه 35. طب شو العبره من هاي الشغله؟ لما انا ميلتها 35 درجه، تمام، شو اللي صار عندي؟ كبرت المساحه عندي اللي غطتها الاكس راي، او الاكس راي غطت لي مساحة اكبر، اوكي. طلعوا قيسوا معي، شوفوا كيف هون الفيلم نفس ما هو محطوط والسن نفس ما هو، طلعوا هون يعني عند ماينس 20 كيف الاكس راي لوين شملت لي لهون، تمام، بينما لما ميلت بزيادة طلعوا لوين الاكس راي شملت لي، طلعوا كيف انه ارتفعت شوي. فهذا هو الحل، انه لما بتقلكم الدكتوره انه لما يكون عندكم longer teeth، اوكي، شو بتعملوا؟ بنزيد الدرجه تبعت البي اي دي، increase the angle of the beam من minus 20، اوكي، ل minus 35. طبعا بتكون شو vertical negative vertical angulation، لانه نحن هون عم نحكي عن ما حسب مكتوب بالتفريغ عن المانديبولار arch، يعني هون نحن بالصوره مبين عندي انه maxillary بس بالتفريغ محطوط مانديبولار arch، فانتوا احفظوها هيك. طيب هلا هون ايرورز، يعني لو اخليت باي بند من البنود اللي قبل او من الشغلات اللي تعلمناها من قبل شو راح يطلع عندي، اوكي، راح نحكيهم بسرعه لانهم هن كثير سهلين. طيب لو اجاكم سؤال انه شو هو اكثر خطا، اوكي، بصير معي بالبارالينج تكنيك، الخطا بيكون بوضعيه الفيلم، يعني الفيلم مثلا ما بيكون بارالل للاكسس تبع التيث، الفيلم مثلا ما بيكون اكويديستانت، يعني كيف يعني اكويديستانت من الانتيرير والبوستيرير، بيكون مثلا الفيلم بعيد كتير عن البري مولرز وقريب كتير للمولرز نفس ما شفنا بصور فوق، تمام. فنتيجه لهذا الشيء بده يصير عندي هوريزونتال انجوليشن، وبالتالي بده يصير عندي اوفرلاب، اوكي، او مثلا بده يصير عندي، او لحظه انا خلطت الموضوعين، خلينا هلا انه بده لما ما يعني وضع الفيلم ما يكون مزبوط، كيف يعني؟
انه مثلا نفس ما تعلمنا البري مولرز لازم يبين جزء من المولرز اوكي والبري مولرز بالنص وجزء من الكاناين. هلا هاي الصوره كتير منيحه انه اوكي مبينين عندي البري مولرز ولو انه هون في شوي نتفه هيك من الاكلوزال بارت من السكند بري مولر مو مبينه بس انه هاي بعتبرها تمام. بينما هون طلعوا هون لا انا شملت الثيرد مولر كامله فاقول انه هاي صوره للمولرز بستفيد منها ولا بينت البري الفيرست بري مولر فما فادتني لا هون ولا هون اوكي. فبالتالي هاي بور فيلم بليسمنت هون الفيلم محطوط بطريقه خطا لا هو مقدم ولا هو راجع لورا اوكي. هون هاي الصوره للمولرز فهي صوره مو منيحه ليه لانه هي نفس ما قلنا لازم يبين عندي مكان الثيرد مولر هو هون ما مبين فليك انا اعتبرتها انه هاي كمان بور وانه هاي الصوره تو انتيرير لازم كان يرجع الفيلم شوي لورا لحتى تبين معي البوستير الثيرد مولر مكان الثيرد مولر. طيب طيب افترضوا انه البيشنت صح نحن قلنا انه هو لازم يعض على البايت بلوك افترضوا لو انه هو ما عض على البايت بلوك نفس هيك شو رح يصير؟ في جزء اول شيء من الاسنان ما رح يعني ينشمل بالفيلم بالتالي رح يطلع ناقص من 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 هون من عند الابيكال اريا اوكي. بنفس الوقت طلعوا هون كيف رح يبين عندي شيء اسود ليه؟ لانه هون انا ما عندي يعني عندي بس فيلم ما عندي structures ما عندي teeth ما عندي اي شيء ما عندي بون اوكي. فبين عندي هون سواد اوكي بالمقابل هون بين عندي ما بين عندي شيء تمام. فهي شو سببها؟ سببها انه البيشنت ما عض على البايت بلوك. طبعا هذا هون يعني بيكون سؤال مثلا الدكتوره بتجيب لكم صوره وفي خلل بتقول لكم شو السبب فبتكون تفهموه منيح اوكي. طيب تتذكروا مثلا على قصه ال انه الفيلم ما يضل ثابت مثلا بسبب انه يكون عندي كاسب تيب مثل حاله الكيناين او مثلا لما يكون السن نفسه مايل اوكي فبالتالي الفيلم ما بيقعد بشكل صح فبالتالي ما رح تبين عندي الاستراكشرز بشكل صح. مثلا هون تمام طلعوا كيف السن مايل فلما البيشنت عض طبعا هي يعني شغلات شو بدي لكم يعني حسب الوضع وضع البيشنت وضع اسنانه وهيك تمام. بس هو مثلا بهاي الحاله لانه السن شو اسمه مايل او مثلا هاي المذكوره بالتفريغ انه عندي missing teeth اوكي وانا ما حطيت cotton roll ما حطيت قطن تمام بالتالي الفيلم راح يميل. وطلعوا لما مال الفيلم هون بينت لي هون شغلات فاضيه تمام بالمقابل ما بين عندي شيء هون من الابكس اريا اوكي. فهي الصورة غلط ليه؟ انه في عندي ميلان الفيلم عندي مال ما ضل بالوضعية الصحيحة لو اني حاطة قطن هون مكان الميسينج توث ما كان مال الفيلم تمام؟ فلهيك هاي الصورة شو صار فيها؟ صار فيها تيبينج اوكي؟ هاي فائدة ال اني حط رولات قطن مكان الاسنان المفقودة. طيب نوع تاني من الايرورز اللي هي مسميه الكون كاتينج. شو يعني الكون كاتينج؟ تذكروا نحن لما حكينا عن الرينج وقلنا الرينج لحتى بالضبط توجه لي البيم الاكس راي بيم على الفيلم بالضبط اوكي لحتى تطلع لي الصوره كامله. لما مثلا البيشنت يتحرك او انت تكون سريع وما تظبطها بالضبط او ما تطبق البي اي دي على الرينج بالضبط راح تجي الاشعه بمكان يعني ما يضرب بالفيلم تمام. الفيلم عندي ما راح ينشمل كلياته بالاشعه اللي طالعه عندي اوكي. فبالتالي راح تطلع لي الصوره واضحه اي مكان او اي جزء من التوث او من الاسنان ما بيكون مشمول بالفيلم ما راح يبين او اذا كان مشمول بالفيلم بس الاكس راي ما ضربت عليه كمان ما راح يبين تمام. فمثل ما شايفين هون هذا الفيلم اوكي المكان الصح للاكس راي بيم هيك هذا اللي منقط بس البي اي دي انحرفت او نزلت لتحت او يمكن البيشنت رفع راسه او رفع جسمه فبالتالي اجت ما ضربت منيح فطلعت عندي هاي الصوره وطلع كيف بتبين هون طلع كيف بتبين هذا الشكل لما تشوفوه معناها انا هون في عندي كون كاتينج تمام. فهون شو الحل؟ الحل انه نحن نرفع البي اي دي شوي وبالتالي راح تضرب الاكس راي بالجزء الفوقاني من الفيلم ويبين عندي الابيكس او الابيكال اريا تمام. طيب تتذكروا وقت حكينا انه الفيلم كيف لازم ينحط انه الوايت اون وايت الجنب الابيض الكامل من الفيلم لازم يكون باتجاه الاسنان بالتالي باتجاه الرينج
والجنب اللي نص 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 ملون نص ابيض بده يكون باتجاه القاعده او السنده تبعت الهولدر، صح؟ تتذكر هاي الشغله؟ لما نقلب الفيلم اوكي ويصير الليد فويل يعني مواجه للاكس راي رح تطلع عندي الصوره لايتر. فاذا اذا شفتوا هيك صوره، صوره كتير لايتر كتير فاتحه وعندي هاي العلامه، هون بعرف انه شو الخلل. هون عندي ريفرست فيلم، هون الليد فويل جايه و يعني جاي من جنب الاسنان ومن جنب الاكس راي، وهذا شيء غلط. اللي لازم يكون باتجاه الاسنان هو الوايت اريا، تمام؟ الجنب الابيض الكامل من السن، مو الجنب اللي نص نص. نفس هيك شايفين كيف الجنب اللي نص نص جاي من جهه الاسنان، هذا شيء غلط. المفروض هي كلها تكون بيضه، اوكي؟ طيب الدبل اكسبوجر شو يعني؟ يعني هون انه نحن صورنا بفيلم اوكي وكل شيء كان تمام عندي، وبالغلط رجعت اخذت نفس الفيلم وصورت فيه صوره تانية. فهيك طلعوا كيف لما حمضته للفيلم اوكي طلع لي الصورتين اللي انا اخذتهم. يعني هون هو اخذ اول شيء قولوا معي المانديبولر انسايزرز، بعدين راجع مره تانية اخذ للمانديبولر مولرز اوكي. فلهيك هذا الشيء بنسميه دبل اكسبوجر، انه الفيلم الواحد ناخذ فيه صورتين، تمام؟ طيب هاي هون اللي هي البيشنت موفمنت، انه البيشنت تحرك او يعني اهتز او هيك، فبالتالي صارت عندي نفس تغبيش او غباش بالصوره اوكي. طبعا هون لازم تنعد، وطبعا هاي هون الدكتوره يعني قاعده تحكي عنها انه هي مسؤوليه الاوبريتور، مسؤوليتك انت، انت كان المفروض تنبه البيشنت وكان المفروض انك تضبط الهيد ريست وهيك، بالتالي انه ما يتحرك البيشنت اوكي. فهي هون لما تشوفوا هيك غباش بالصوره وديكريز للشاربنس، شو سببها؟ سبب يكون عند البيشنت موفمنت. طيب الهوريزونتال انجوليشن حكينا عنها، اللي هي لما يكون ما في عندي ايكوي ديستانت بين الفيلم وبين كل الاسنان اوكي، راح يصير في عندي انه الكونتاكت بوينتس بين الاسنان راح تفوت ببعضها، وبالتالي ما راح يبين عندي، ما راح يكون في عندي اوبن كونتاكت اريا، تمام؟ وراح يصير في عندي اوفرلاب نفس مو شفنا بالصور اللي قبل. طيب هون هاي مثال، شوف الاوفرلاب اللي صاير اوكي. هون انا عندي اوفرلاب بين البري مولر والكينين، قلنا انه هذا شيء ما فينا نتجاوزه فخلص انسوا. طب شوفوا هون، هون كمان عندي اوفرلاب بين الفيرست والسكند بري مولر، تمام؟ فهذا هون مشكله، هاي مثال على الاوفرلاب، تمام؟ هلا فمثلا لو نحن عندنا انتر بروكسيمال كاريز، شو يعني؟ يعني كاريز هون بالمنطقه اللي بين الاسنان اوكي، ما راح يبين عندي اوكي، لانه تغطت المنطقه. لما نحن جينا هيك طلعنا من زاويه ما عاد راح يبين عندي اوكي. فهي مشكله الاوفرلاب، وبصير انك لازم تعيد الصوره وتظبط الفيلم اكثر لحتى يبين معك الانتر بروكسيمال كاريز. طبعا الاكسبوزر ليفلز هون انك مثلا ما تظبط عيارات الكي في بي والام اي والتايم اوكي، فبالتالي تطلع لك صوره يا اما كثير لايتر او كثير داركر. نفس هون الصوره كثير دارك وهون كثير الصوره لايت، وهي ممتازه، هي زبطنا فيها الاكسبوزر ليفلز بكل الكنترول بانل، تمام؟ فطلعت عندي الصوره مزبوطه. طب نحن على اي اساس طبعا بنظبط الكي في بي والام اي والتايم؟ تباعا للمنطقه. يعني مثلا المنطقه النحيفه مثل الانسايزرز بتحتاج ل تايم اقل من المنطقه السميكه مثل المولرز اوكي. هون لما تشوفوا هذا الشكل هو شو الجلاسز اللي هي نظارات البيشنت. البيشنت هون مانو قالع او مانو شايل نظاراته اوكي، فبينت عندي. لهيك قلنا انه البيشنت لازم يشيل اي حلق لابسه، اي نظارات لابسه، اي بوكل حاططها او هيك. هون البيشنت لابس دينتشر. الدينتشر هو نفس بنسميه بالعربي البدله، بدله اسنان متحركه اوكي، بيكون لابسها البيشنت. طبعا ليش بدي صور بدله؟ يعني البدله مثلا ما راح يصير فيها تسوسات، ما راح يصير فيها مشاكل، عرفتوا؟ فلازم انه البيشنت يشيله، خصوصا لو كان فيها ميتال، لو كان فيها حديد اوكي، اللي هي كوبلت كوبالت او كروم، تمام؟ فلازم انه نشيل الدينتشر. انا بتهمني التفاصيل تبعت البيشنت الحقيقيه، لسه القم الفيولر بون التيث، ما راح تهمني الدينتشر اوكي. طبعا هذا الملخص، كل شيء حكيناه ملخص هون بهدول النقاط.
هيك بنكون خلصنا البيري ابيكال فيلمز. هلا بشكل سريع رح نحكي عن البايت وينج فيلمز اللي هو عباره عن 10 صفحات تقريبا وما رح نطول فيه كتير لانه هو نفس الحكي المعاد بس هيك شويه اختلافات. طبعا اول شيء البايت وينج فيلمز ليش نستعمله؟ بنستعمله لما بدي اشوف الانتر بروكسيمال كيز التسوسات اللي بين الاسنان او بدي اشوف المشاكل اللي صارت بالالفيولار بون تمام. بينما البيري ابيكال كنت شوفها لحتى اشوف المشاكل اللي مينلي موجوده بالابيكس مثلا الخرجات الابسس امراض اللثويه او هيك قصص كنت بستعمل معاها البيري ابيكال فيلمز تمام. بس لما بنشوف التسوسات اللي بين الاسنان او المشاكل تبعت الالفيولر بون اوكي بستعمل شو بايت وينج اوكي. طيب هلا بالبايت وينج او اول شيء بالبيري ابيكال، بالبيري ابيكال شو كنت شوف؟ كنت شوف ارتش واحد يا اما الابر لحاله او اللور لحاله بدايه من الكراون تبع السن الى الابيكس تمام. بينما هون لا، راح اشوف التو ارتش، شايفين هذا الابر وهذا اللور، والابيكس اريا للتو ارتش ارتشز ما راح تبين عندي تمام. اللي راح يبين عندي هو الكراونز الابر واللور تيث كراونز اوكي. شايفين هذا الفرق؟ هاي بيري ابيكال فيلم او راديوغراف وهي بايت وينج تمام. شايفين البايت وينج كيف مبين عندي التو ارتشز وهون بس وان ارتش وبيبين عندي من الابيكس تالكراون. هون لا بس منطقه الكراون او الاوكلوزل بتبين عندي مينلي اوكي، وشوي طبعا اكيد من البون الالفيولر بون راح يبين عندي تمام، ولسه كمان راح يبين عندي منه شوي. وانتم هلا تباعا هون الحكي عم يقول لكم انه حسب الانديكيشن اللي عندكم، يعني اذا مثلا البيشنت جاي عم يشكي من تسوسات بدنا نعمل بايت وينج انتر بروكسيمال كيز بدنا نعمل بايت وينج. لو مثلا البيشنت عنده مشاكل بالعصب اوكي، او مثلا عنده منشك انه عنده مثلا ابسيسز او هيك قصص بالبيري ابيكال او بيري ابيكال ليجن بنستعمل معها بيري ابيكال. يعني لبكره لقدام ان شاء الله بنتعلم انه نحن كل صوره ايمت لازم نستعملها. او مثلا لما يكون عندي انتر بروكسيمال بون لوس يعني عندي تراجع بالعظم اوكي بستعمل معها شو بايت وينج، لانه البايت وينج نفس ما قلنا هو اللي بيبين لي بالضبط شو صاير بالبون. طيب اول شيء تتذكروا لما حكينا انه الهيد بوزيشن بالبارالل تكنيك بالبيري ابيكال ما له كثير مهم اوكي. هلا بنحكي عن الهيد بوزيشن بالبايت وينج تكنيك. اول شيء لما البيشنت يقعد اوكي لازم يكون راسه مسنود بالهيد ريست تمام. فبالتالي لازم هيك يكون البيشنت قاعد ومجلس راسه نفسه نفس هاي الصوره. فالماكسيلري ارتش بده يكون بارلل للفلور، بنفس الوقت الميدل ساجيتال بلين اللي هو عباره عن نفس اكسس او بلين بيقسم لي الجسم او الراس لنصين بده يكون بيربنديكولار للفلور تمام. لازم هدول الشغلتين احققهم بالبايت وينج تكنيك. الماكسيلري ارتش بده يكون بارلل للفلور، والام اس بي او اللي هي الميد ال شو اسمه الميد ساجيتال بلين بده يكون بيربنديكولار للفلور تمام. طيب تعالوا نحكي شوي عن الانسترومنتس. الانسترومنتس اللي بنستعملهم بالبايت وينج تكنيك اكثر من نوع اوكي. اول شيء في عندنا هذا الشكل تمام. هلا هذا كيف يعني شو قصته؟ هو عباره عن هيك مثل قالب اوكي، والفيلم راح يفوت لجوا هون تمام، من فوته لجوا اوكي، والبيشنت بيعض هون على هذا الجزء. لما نفوت الفيلم لجوا لهون راح يكون الفيلم راكب نفس هيك، بس هذا نوت ريكومندد يعني ما بيستحب انه نستعمله. ليش؟ لانه الفيلم ما راح يكون ثابت هون، الفيلم يمكن بعد ما يعض البيشنت يحرك لسانه او هيك فيتحرك الفيلم عندي فما تكون ظابط اوكي. فهذا نوت ريكومندد ما كتير. هذا الانفلوبس طبعا مثل هيك مغلف منفوت فيه ما كتير بينصحوا فيه. بينما هذا شكل تاني بنسميه الستيك اون اوكي. هذا ايه يوصفي هذا؟ هون الفيلم لما نفوته لجوه راح يكون الفيلم ثابت كتير 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 منيح، فنفس ما انتم بتظبطوه اوكي بضل ثابت وبضل ما بيتحرك ابدا والفيلم ما بيخرب جوا اوكي بضل بنفس المكان، فهذا ينصح فيه. شكل تاني من الادوات اللي ممكن استعملها اللي هو نفس الشيء هاي الاكس سي بي تمام، الرين اكس سي بي في كمان استعمله هون بالبايت وينج تمام.
طبعا هون عم يعيدوا نفس الحكي انه ممكن يكون لها كلر كودد وهالحكي، بس شو هو الكلر اللي بيكون لها للبايت وينج بده يكون ريد. هونيك لو تتذكروا كان وحده يلو وحده بلو، بس هون كان شو ريد. وطبعا نفس الشيء نفس اللي اخذنا انه الوايت سايد بده يكون فيس لمين، للرينج او للتوث. تمام ايوه. طيب هون في شغله هونيك شو قلنا كيف بده يركب الفيلم. قلنا الدوت ان ذا سلوت صح. هون انا في عندي تو سلوتس اوكي، رح يكون في عندي سلوت من فوق وسلوت من تحت. استنوا خليني اشوف لو فيني الاقي لكم صوره. نفس هون هاي الاولى اللي استعملناها عندي 1 سلوت شايفينه، بينما بالصوره هلا رح اورجيكم اياها في عندي تو سلوتس. ايوه نفس هاي الصوره شايفين كيف في عندي تو سلوتس، واحد من فوق وواحد من تحت. فهون الدوت ان ذا سلوت ما انا كثير مهمه، مو مهم عندي اذا كانت الدوت فوق ولا تحت، لانه انا اصلا يعني بالنهايه عندي دوت واحده وفي عندي تو سلوتس، فما بيفرق معي كانت الدوت على السلوت اللي فوق ولا السلوت اللي تحت. اوكي نرجع مره ثانيه. اوكي طيب كيف احنا بنركب الفيلم؟ نفس ما حكينا انه اول شيء بده يكون الوايت الجنب الوايت من جهه الرينج او من جهه التوث تمام، والجنب اللي نصه ملون نصه ابيض بده يكون بالجهه الثانيه. اوكي بعدين شو راح يصير؟ راح اجي اول شيء وفوت الجنب التحتاني هون بالسلوت اللي تحت. اوكي بعدين راح اجيب اصبعي اوكي واعمل نفس كونكافيتي لجهه الرينج تمام. يعني تخيلوا انه انا عم جيب هيك نفس، رح احاول اقول لكم فيديو بالضبط كيف تتركب. رح اجيب نفس اعمل هيك النفس اطعج الفيلم هيك من النص بطريقه كتير لطيفه اوكي وفوته بالسلوت الثاني لحتى يقدر يفوت معي بالسلوت اللي فوق تمام. والكونكافيتي طبعا لوين بده يكون اتجاهه؟ بده يكون اتجاهه للرينج تمام. شايفين كيف هيك بتحسوا انه هي هيك او لا؟ كيف تحسوه هيك؟ اوكي الفيلم هيك عامل الكونكافيتي باتجاه الرينج تمام. رح احط اصبعتي هون واعمل نفس كونكافيتي لحتى اقدر اني فوتها بالسلوت الثاني بعد ما اكون فوتها بالسلوت الاول. طيب الفيلم بوزيشن، طبعا الفيلم بوزيشن هو نفس الشيء اللي كنا نستعمله من قبل. طبعا انه نفس الشيء الفيلم لازم يغطي لي الديستال هالف من الكيناين لما بدنا نعمل بري مولر بايت وينج، ولازم يغطي لي الثيرد مولر لما بدنا نعمل مولر بايت وينج. نفس الشيء اللي اخذناه بالضبط، ونفس ما قلنا انه البوزيشن اوف ذا دوت داز نوت ماتر لانه هون انا في عندي تو سلوتس. وشو كمان؟ ونفس ما قلنا انه الفيلم لازم يكون شو اسمه اوكي الفيلم لازم يكون طبعا هون احنا قاعدين عم نحكي عن بايت وينج. شو يعني بايت وينج؟ يعني بدي صور صوره للتو ارشز للابر وللور تمام. فهون الفيلم بده ينحط وينعض عليه بالضبط بحيث انه يكون مغطي لي الابر واللور ارشز اوكي، او الابر واللور جوز تمام، او الاسنان الابر واللور تمام، ما يكون مثلا رايح لجهه اللور اكثر او لجهه الابر اكثر، لا انا بدي الاثنين يبينوا والاثنين يبينوا بنفس الشيء وبنفس الكميه اوكي. فهذا معنى الحكي اللي هون انه الفيلم should not cover the mandibular teeth only أو maxillary teeth only، لا لازم يكون between the two arches أوكي. وكمان معلومة إنه كمان تديروا بالكم إنه الفيلم ما يعني تدفعوا بقوة بإيديكم لحتى ما يعمل لي إيش اسمه جرح بالمكوزة، يعني ما بصير إنه يندفش لتحت. طلعوا كيف نفس هون الفيلم صاير نص فوق ونص تحت، نص على الأبر نص على اللور، وبيعض عليه بالضبط البيشنت بالنص تمام، ما يكون مزيوح. هذا الحكي اللي هون اوكي. ونفس الشيء اذا كان في عندي لينجوال توراي شو بنعمل؟ بنحطه بالنص بين التورس اوكي والتنج، او اللي هي لينجوال للتورس. نفس الشيء اللي حكيناه، ونفس ما قلنا ان الفيلم ما يكون انجلد اوكي، انه يكون اكوي ديستنت بين لكل الاسنان اللي انا بدي اصورهم. هون حكيناها عن التوراي when using تمام. هون نفس الشيء حكينا انه الرينج تمام، الرينج اللي حكينا عنها اللي هي برا بدها تكون اكثر شيء قريبه للخد تبع البيشنت، وبنفس الوقت تكون اكوي ديستنت
من التيث. يعني الرينج لازم تكون اكوي ديستانت من التيث، وكمان الفيلم بده يكون اكوي ديستانت من التيث. اوكي، كرمال ما يصير في عندي اللي هي الاوفرلاب والكونتاكتس اللي بين كل سن وسن تكون، او مناطق التلاصق بين كل سن وسن تكون مفتوحه ومبينه عندي ومحدده، ما تكون فايته ببعض، وبالتالي ما اقدر اعمل هدفي الرئيسي من هاي البايت وينج فيلمز اللي هي اني اشوف الانتر بروكسيمال كيريز. لحتى اشوف الانتر بروكسيمال كيريز لازم الحدود بين الاسنان تكون واضحه عندي. لما انا ما ضبط الزاويه او ما تكون اكوي ديستنت ما راح تبين عندي، وبالتالي ما راح يبين عندي الكيريز اللي انا عم دور عنده. طيب تتذكر وقت حكينا انه هاي البي اي دي لحتى تطلع لي اكس راي بالضبط عموديه على الفيلم والسن لازم البي اي دي تميل شوي ب 10 درجه ب 20 درجه كانه، او 10 درجات ما متذكر بالضبط، اتوقع ب 20 درجه. ايه طبعا هذول الدرجات كثير مهمين ولازم تسجلون وتحفظون، انه بالبايت وينج قديش بتكون الدرجه، بالبيري ابيكال قديش بتكون الدرجه، لما يكون عندي لونجر تيث قديش بتصير الدرجه، وهيك كثير كثير مهمين. المهم هون بالبايت وينج تكنيك، اوكي بالبايت وينج تكنيك، تمام بالبايت وينج تكنيك بنستعمل او البي اي دي هي، اوكي البي اي دي هي لازم تكون مايله، تمام جاي هيك من شوي من فوق مايله بمقدار 10 درجات، بوزيتيف 10، تمام بوزيتيف 10. طب كيف يعني كيف نحن بنحرك البي اي دي لحتى يصير انه مايل بمقدار 10 درجات؟ البي اي دي نفسه هون جزء منه في عندي هيك مثل هذا المعاير، اوكي هون شايفين هذا الخط، هاي الصفر تمام، لفوقه مرقم عندي موجب 10 موجب 20 موجب 30، ولتحته مرقم عندي ماينس 10 ناقص 20 ناقص 30. اوكي بالبايت وينج تكنيك راح اميل او راح احرك هذا الشريط تمام لحد ما تصير البوزيتيف 10 عند المؤشر، تمام البوزيتيف 10 تصير عند المؤشر، فهيك انا بظبطها، هيك انا بخلي البي اي دي يكون مايل بمقدار 10 درجات. تمام فهي مهمه. اذا التيوب هيد بده يكون بوينتينج داون، تمام بمقدار قديش؟ 10 درجات. كيف طبعا انا بعمل هاي العشر درجات؟ من خلال هاد الجزء اللي هو راح يخليني اتحكم، وهو هيك مثل البكره من دوره على حسب الزاويه اللي نحن بدنا اياها، ومنركز منيح انه هي بوزيتيف، تمام هي بوزيتيف. ممكن الدكتوره تجيب لكم نيجاتيف، لا غلط، هي بالبايت وينج تكنيك بدها تكون مايله بمقدار 10 درجات على الماكسيلري تيث، تمام على الماكسيلري تيث بدها تكون تقريبا مايله بمقدار 10 درجات على الماكسيلري تيث. اتفقنا؟ طيب هلا هون في عندي مشكلة صغيرة، أو هي مو مشكلة، هو تفسير ليش نحن هون يعني درنا بالنا وقعدنا نشوف كيف بدنا نعمل الزاوية، وإنه الزاوية لازم تكون موجب 10، لأنه هنيك لما كنا نصور بال أو لما بنستعمل الـ XCP instruments اللي هي فيها الرينج، انا ما كتير درت بالي او زبطت الانجل، لانه هي هيك هيك زابطة اصلا، لانه انتو بتحطوا بالضبط البي اي دي على الرينج فهي بتطلع زابطة معكم تلقائيا. بس هون انا ما يعني لما ما استعمل هاي الانسترومنت او استعمل اللي هي هاي الانسترومنت بدالة الستيك اون، اوكي الستيك اون هي نفس ما هيك بتنحط جواتهم البيشنت، والبيشنت بيعض هون، فانتو لا عندكم رينج ولا عندكم اي شيء تاني، فلازم الزاوية هون تنعمل يدوي، اوكي ما راح تكون يعني معموله معكم تلقائيا نفس ما لما نستعمل الاكس سي بي انسترومنتس بالرينج اللي فيها. لهيك هون كتير مهم انه انا بايدي اني ظبط واتاكد انه الزاويه عندي اياها هي موجب 10، تمام. فاذا ال 10 ديجريز هون هي شو كريتيكال، اوكي هاي الشغله الاولى. الشغله الثانيه هون في عندي اكثر من شغله مهمه بنركز عليها، اول شيء نفس ما قلنا ال 10 درجات للبي اي دي، وثاني شغله اللي هي الهيد بوزيشن. الهيد بوزيشن طبعا هون غلط، المفروض الهيد يكون شو يكون افترضوا انه هذا هو الفلور، تمام هذا هو الفلور. اوكي بنلاحظ انه هذا الماكسيلري ارتش طلع كيف مانو موازي للفلور، تمام فهذا اول غلط، وبالتالي الميد ساجيتال بلين ما اجى كمان عمودي على الفلور، اجى مايل بزاويه، فهذا غلط. وانا هون ما فيني احدد العشر
اللي هي ال 10 degrees تمام. لا لازم نظبط الهيد تبع الهيد بوزيشن اوكي, وبعدين بنحدد هدول ال 10 degrees اوكي. فهون هاي غلط. طب شوفوا هون احنا ظبطنا البيشنت او هي الصوره نفسها, بس طلعوا انه كيف ميلنا الصوره بحيث انه طلع هاي هيك اوكي, هذا الفلور اعتبروه. طلعوا كيف المكزيلري ارش صار بارلل موازي, وبنفس الوقت الميد ساجيتال بلين صار بيربنديكولار. فهون اوكي هون هلا صارت 10 ديجريز تمام, بس هون هي 10 ديجريز بالماينس اوكي, هي 10 ديجريز بالعكس, لانه انا ما زبطت البيشنت, انا بس ميلت الصوره. فهمت علي؟ الخلاصه من كل هذا انه نحن لازم نظبط الهيد بوزيشن تبع البيشنت اوكي, وبعدين بنحدد ال 10 البوزيتيف 10 ديجريز اوكي. فهون بهاي الصوره بيقولكم انه هو لانه الهيد بوزيشن تبع البيشنت ما نظابط, فهي فعليا مو موجب 10, هي ماينس 10 لانه البيشنت ميل راسه. بتمنى هيك لو انكم تقدروا تتخيلوها اوكي. هلا انا حابه افهمكم اياها بالضبط. طلعوا هون لما كانت بوزيتيف, لما كانت بوزيتيف طلع كيف بتحسوا ال لما نعمل بوزيتيف 10 طلع كيف بيكون شكل البي اي دي, بتحسوا هيك مايل لتحت صح, بينما بالماينس 10 طلع كيف هو مايل لفوق, طلع كيف مايل هيك هيك. انا قصدي يعني هذا هو القصد من الماينس والبوزيتيف, بس هي اللي المفروض نعمله انه اول شيء بنظبط الهيد بوزيشن وبعدين بنحدد الموجب 10 اوكي. طيب الهوريزونتال انجوليشن حكينا عنه, وهون نفس الشيء بنعاد عنا انه لازم يكون البي اي دي يعني اكوي ديستانت من لكل التوث اوكي, في كرمال ما يصير عندي اوفرلاب اوكي, وتطلع لي الاكس راي بيربنديكولار للكونتاكت بوينت, وبالتالي يكون عندي الكونتاكت بوينت تكون مفتوحه وبالتالي اقدر اشوف التسوسات. طول ما في عندي اوفرلاب انا ما فيني اشوف التسوسات اللي هي انتر بروكسيمال كيريز ليجن اوكي. طيب لما نستعمل التابس, التابس اللي هو هاد اوكي هذا تمام, اللي هو انا ما عندي لارينج ولا عندي اي شيء يدلني انه يعني اذا البيشنت عاض منيح ولا لا. فشو بعمل؟ هذا هو ملخص الحكي اللي هون عم يقلكم انه انا ما عندي جايد, ما عندي شيء يدلني بالضبط كيف مكان الفيلم, مو نفس لما استعملنا الانسترومنت الثاني اللي هي الـ XCP instruments, مو نفسها لما يعني هي هديك بتساعدني انه بالضبط حدد مكان البيم كيف بده يجي ظابط وعمودي على الفيلم. هون انا ما عندي تمام, فشو بعمل؟ بخلي بحاول اني اضبط الفيلم واخليه parallel اوكي للتوث اوكي, بعدين شو بخلي البيشنت يعض, وانا قد ما حاول اضل مخليته ثابت, وبخلي البيشنت هيك نفس انه يفتح شفايفه ويبعد شوي يشد خدوده لورا لحتى اقدر اشوف بالضبط وحدد هيك وقدر مكان الفيلم وين محطوطه, بالتالي اعمل البي اي دي او الاكس راي بيم لحتى تطبق منيح على الفيلم هذا اوكي. يعني هي طريقه بالحقيقه ما انا كثير دقيقه ومو نفس لما نستعمل ال XCP instrument, بس اوقات نحن بنضطر يعني مو دائما مثلا التكلفة المادية رح تساعدك تجيب هديك ال instrument. فيك تكون dentist شاطر شو ما كانت الامكانيات عندك, اهم شيء انه نضل نحاول تمام. هذا هو ملخص الحكي اللي هون اوكي. فانت بتحاول هيك تتبع او تلحق ال exact location تبع التاب وتطبق عليه ال PID او المكان اللي بده يطلع منه الاكس راي بيم, وبعدين بتاخذ الصوره لحتى تطلع لك صوره راديوغراف ظابطه ومطلعت لك كل شيء انت بدك اياه وبدك تشوفه. فهون عم لك انه الاوبريتور will try to match ال PID according to the tab location نفس ما حكينا قبل شوي. وطبعا نفس ما قلنا انه ال PID لازم تغلف لي الكفر اوكي, لازم عفوا تغلف لي الفيلم, وهي يعني هي رح تغلف لي الفيلم لو انا حطيتها بالمكان الصح. ليه؟ لانه ال PID اوكي اول شيء هي مدوره تمام, والفيلم مستطيل وهي اصلا اكبر من الفيلم, فهي المفروض لو انحطت بالبوزيشن الصحيح انها تحتوي لي الفيلم اوكي وتغطي لي اغلبه. طيب هون هي هون عم بحكي لكم انه هي
premolar bitewing. تعالوا نشوف إذا هي صورة منيحة ولا لا. أول شيء إنه البريمولرز واضحين عندي بطريقة كتير صح، تمام واضحين، بين عندي أجزاء من الكناين، بين عندي أجزاء من البريمولرز. الأوفرلاب عندي يا ما في، ما في عندي أوفرلاب، فهي صورة كتير 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 منيحة، تمام. بينما هون تعالوا شوي نشوف هاي الصورة، دقيقة خلينا نرجع هون، بدي أوضح شغلة. الأوفرلاب تطلعوا كيف، هذا اللي قصدي فيه بالأوفرلاب. شوفوا كيف هاي الميزيال، اوكي الميزيال اوتلاين تبع السكند بريمولر، وهاي الديستال اوتلاين تبع الفيرست بريمولر. شوفوا كيف محددين وكتير واضحين، تمام. بينما خلوني اجي لهون لعند هاي الصورة، اطلعوا هون، شوفوا هون، شايفين ان هون بالضبط عند هاي المنطقة شايفين كتير واضحة للحدود للاوتلاين سبعية الميزيال والديستال لهدول التوث، ما مبينة، فهذا هو الاوفرلاب اللي نحن عم نحكي عنه. هون لو مثلا كان عندي تسوس ما رح اقدر اشوفه، اوكي، لانه مغطى، مغطى بالاوفرلاب اللي صار بالتداخل، هذا اللي صار عندي، صار التسوس مغطى، فما رح اقدر اني اشوفه، اوكي. فهون بنلاحظ انه انا في عندي هاي عبارة عن مولر بايت وينج، انه هي تمام وضحت لي الفيرست مولر والسكند مولر، ولو انه هي شوي ناقصة من هون، وموضحت لي مكان الثيرد مولر، بس انه كمان عندي هون اوفرلاب، اوكي. هلا بهاي الصورة، هاي لمين؟ للبري مولرز. كيف عرفت؟ انه مبينين عندي كتير البري مولرز، ومبين عندي شوي من الكيناين، ومبين عندي اجزاء من المولرز، اوكي. وهي كتير منيحة لانه طلع واضح هون انه انا ما عندي اوفرلاب، شايفين كيف مبين الحدود كتير. طيب تعالوا لهون، هون بنلاحظ انه انا في عندي اوفرلاب، وين الاوفرلاب صاير؟ شو اسمه؟ هون، هون بهاي المنطقة صار عندي اوفرلاب، اوكي، بس انه ما اعتبرناها مشكلة. ليش؟ لانه طلعوا هون بهاي الصورة، يعني احنا اخذين صورتين، مرة للبري مولر ومرة للمولر بايت وينج، مرة بري مولر بايت وينج، وهون مولرز بايت وينج، تمام. هلا هون لما اخذنا للمولرز انه صار عندي اوفرلاب، بس ما اعتبرتها مشكلة. ليش؟ لانه انا اصلا عندي صورة فيني ارجع لها اللي هي تبعت البري مولرز، مبينه هون عندي انه انا ما عندي اوفرلاب، ففيني اعتمد على هاي الصوره كمان. انه الفكره انه ما تصور، يعني ما ناخذ صور بلا داعي، او لو في عندي بديل فيني استعمله. نفس ما قلنا انه لما يكون عندي ميسنج تيف بستعمل كوتن رول، بحطه مكان السن المفقود لحتى يدعم لي التاب اللي هي شايلت لي الفيلم. لو انا ما حطيت كوتن رول شو راح يصير عندي؟ الفيلم راح يميل، وبالتالي راح افقد اجزاء ما تبين تكون واضحه عندي بالصوره. مثلا هون، هون طلعوا في عندي جزء من اللي هي السكند مولر مفقوده، تمام. فلاني ما حطيت، طبعا هذا الخط المقطع بيمثل لي الفيلم، اوكي، هذا اعتبروه الفيلم، او اللي هي التاب، المنطقه اللي بيعض عليها البيشنت، هاي المنطقه اللي بيعض عليها البيشنت. هلا هي الشكل الصح لإلها انه تكون هيك، على فكره هيك تكون، تمام، هي المفروض تكون هيك، اوكي، المفروض تكون هيك، تمام. بس لانه هون ما في شيء يدعمها نزلت، اوكي، فمالت. فلما مالت اطلعوا كيف في عندي اجزاء من هون، من في عندي اجزاء راحت، تمام. بينما هون لما حطينا كوتون رول، هون اعتبر انه هي دائره، هون انه في عندي كوتون رول، زبطت بالضبط التاب، والمريض قدر يعض عليها بشكل صح، فبالتالي زبطت، اوكي. طيب قربنا نخلص. هون طبعا هون بيقولكم انه هون هاي البايت وينج مبين عندي دينتشر تيث. كيف نعرف انه هي دينتشر تيث؟ ان شاء الله بنتعلم بالكورسات الجايه، بس انه يعني رح تلاحظوا في فرق. يعني هون مثلا ما في عندي بالبو هيك، هذا ابسط شيء فيكم تحددوا منه انه هذا دينتشر، مو اسنان حقيقيه. طبعا وقول بيقولكم انه هذا الدينتشر مصنوع من الاكريليك، يعني هاي وسيله بالامتحان كيف تكون تعرفوا انه هذا دينتشر ولا اسنان حقيقيه؟ اطلعوا على البلب، اذا شفتوا في عندي نفس بلب، اوكي تمام، معناتها هاي اسنان حقيقيه. اذا ما عندي بلب، يعني مثلا هذا البلب هون، اذا ما عندي اياه هون، معناتها هذا دينتشر. طيب هلا بالبايت وينج لو تلاحظوا كل الصور اللي احنا عم ناخذها الفيلم فيها محطوط هوريزونتالي، محطوط بالعرض، صح ولا لا؟ لاحظتوا هذا الشيء؟ ف
mainly بالبايت وينج اوكي نحن الفيلم بنعمله هوريزونتالي تمام، بس اوقات فينا نحط الفيلم بشكل فيرتيكال، فينا نحط الفيلم بشكل مطاول. هذا الشيء امتى بحتاجه؟ بحتاج اني احط الفيلم بشكل مطاول لما يكون عندي ادفانسد بيريودونتايتس. شو يعني؟ يعني لما يصير عندي مرض باللثه تمام، او مرض بالمنطقه البيريودنتال اوكي، اللي هو بصير عندي بيريودنتال ديزيز اوكي، ممكن يصير عندي بون لوس، انه البون عندي بتراجع وبينزل لتحت، فانا بدي اشوف هو قديش متراجع. اوقات الهوريزونتال ما بتبين لي بالضبط قديش متراجع البون اوكي، فبضطر اني صور بالطول بحيث اني اشمل مقاطع اكثر من الالفيولر بون وشوف هو بالضبط البون لوين واصل عندي تمام. شوفوا هاي مثلا الفرق هون كانسل شوفوا هاي صوره vertical bite wing تمام، طلعوا قديش اعطيتني مساحه من البون مبينه عندي تمام، بينما بالهوريزونتال خلونا نرجع نشوف طلعوا يا دوب اوكي هاي الهوريزونتال يا دوب مبين عندي شوي. فنحن امتى بنستعمل ال vertical bite wing؟ لما يكون عندي periodontal disease اوكي، advanced periodontal disease تمام. طيب شو الشغلات اللي بدنا نتبع؟ نفس الشيء اللي كنا متعلمينه، انه اللونج اكسس تبع الفيلم بده يكون فيرتيكال، بده يكون يعني جاي بارلل لللونج اكسس تبع التيث. طبعا لحتى اعمل فيرتيكال بايت وينج لكل الاسنان الانتيرير راح احتاج لثلاث صور، وللبوستيرير راح احتاج لاربع صور. طبعا التاب اللي هو هاي اللي بده يعض عليه البيشنت لحتى تكون بارلل بدي ميلها بمقدار بوزيتيف 10 درجات. عم نحكي عن التاب اوكي، ركزوا، مو البي اي دي، لا التاب. والهوريزونتال انجوليشن بدها تكون طبعا اوبن كونتاكت كرمال ما يصير عندي اوفرلاب تمام. والفرق من يعني في عندي فرق واحد بين الفيرتيكال بايت وينج والهوريزونتال بايت وينج، اللي هو طبعا شو اتجاه الفيلم، انه يعني بدل ما يكون الفيلم محطوط هيك بالطول اوكي، او عفوا بالعرض بالهوريزونتال، لا بيكون محطوط بالطول. طبعا هدول كمان vertical bite wing كيف عرفنا؟ اول شيء نفس ما حكينا انه طلعوا الجزء اللي كتير مبين من الالفيولر بون، وتاني شيء يعني الدايمنشنز تبعت الفيلم اوكي بتخليكم تعرفوا انه هذا vertical. طيب تعالوا نحكي شوي عن البيم alignment اللي بنستعمله بالبايت وينج. طبعا نفس ما حكينا بدها تكون موجب 10 اوكي موجب تمام، هاي للبايت وينج اوكي فيرتيكال انجوليشن، وبدها تكون طبعا عندي كوريكت هوريزونتال انجوليشن كرمال ما يصير عندي اوفرلاب. والفيلم بده يكون طبعا محطوط بالنص بين الابر واللور تيث والسنترال اوف بيم ات اوكلوزر. شو يعني هذا الحكي؟ يعني البيم اللي هي اللي هو الاكس راي بيم بدها تكون بالضبط محطوطه وموجهه على الاوكلوزال بارت، ما انا مثلا لفوق لعند الابر اكثر او لتحت لعند اللور اكثر، الاثنين سواء البيم والفيلم لازم او التابس لازم يكونوا محطوطين بالضبط بالنص على الاوكلوزال بلين اوكي، لحتى يعطوني صوره للابر واللور تيث بطريقه مساويه وكل شيء يبين عندي، ويكون عندي بايت وينج فيلم او راديوغراف كثير منيحه. طبعا الايرورز هي ممكن اي ايرورز بتصير عندي، بس هون هاي احفظوها الموست كومون ايرور وين بالبايت وينج تكنيك ايرور اوكي. شو هي؟ اللي هي الانكوركت هوريزونتال انجوليشن تمام، انه ما يكون في عندي اكويديستانت بين الفيلم والاسنان، فبالتالي بصير عندي اوفرلاب. هاي هي الموست كومون بالبايت وينج. نفس ما شايفين هون طلعوا لانه عندي هوريزونتال انجوليشن، فطلعوا هون كيف عندي اوفرلاب اوكي. وهون كمان نفس الشيء بشوف اوفرلاب كتير، طلع هون في عندي اوفرلاب، وهون كمان في عندي اوفرلاب، وهون كمان في عندي اوفرلاب، هون كمان في عندي اوفرلاب اوكي. اوكي طب هون شو المشكله بهاي الصور؟ هاي لا تنسوا انه هي بايت وينج اوكي. المشكله بهاي الصوره انه الفيلم نزل لتحت اكثر، فغطى لي يعني جزء كبير من المانديبولار تيث وما غطى لي شيء من المكزيلاري تيث
اوكي. فهي كمان مشكله او غلط صار عندي او ايرور صار عندي بالبايت وينج اوكي. وهون كمان نفس الشيء. وكمان ممكن يصير عندي كونكت اوكي او كونكتينج انه الاكس لاي بي ما تحتوي كل الفيلم اوكي، فبالتالي بيطلع عندي اجزاء ناقصه او اجزاء مبينه، وهي هي النتيجه هون. طلعوا كيف اوكي، هاي نتيجه هون تمام. طيب هون هلا لو تتذكروا او بلا تتذكروا هون، طب ليش طالعه بيضه اوكي؟ ليش طالعه بيضه؟ لانه هون في عندي اجزاء من الفيلم تمام ما وصل اكس راي، فلما ما وصل اكس راي اصلا الكريستالز او السيلفر هالايد كريستالز الموجودين جوات الفيلم ما تفاعلوا مع الاكس راي، بالتالي ما يعني طلعوا لي شو اسمه اللون الغامق اللي احنا متعودين عليه تمام. يعني بعدين اخر شيء هون طبعا كمان بتورجينا كونكت اوكي. طيب هون شو اللي صار بالضبط؟ هلا بتذكروا وقت حكينا انه البيشنت لازم يكون عاضد تمام. هون البيشنت ما عض، فالفيلم بدل ما يغطي لي الاسنان اوكي صار الفيلم مغطي لي اجزاء من الخد، فبالتالي طلع عندي هذا هيك كلياته هون سفتش، وهي هون طرف من الاسنان اللوار، وهي الطرف شوي من الابر، بس هذا هون شو هذا الخد اوكي. فهي شو يعني خلونا نفهم مزبوط، الفيلم محطوط هون اوكي، هذا هو الفيلم هيك دي، هذا هو الفيلم اوكي، او لحظة اوكي هذا هو الفيلم اوكي هيك هيك اوكي تمام. هاي المنطقة هيك هي كلياتها اجاها اكس راي، بس انه شو المريض مو عاضد، فبدل ما تبين لي يعني هون المفروض يكون في عندي اسنان، بس المريض فاتح تمه فالاسنان عندي اياها مو مبينه، مبين عندي شو الخد تمام. وهي المنطقه طبعا هون اصلا مو واصله اكس راي، يعني هاي منطقه من الفيلم اصلا مو واصله اكس راي، فهون انا عندي خطأين، خطا اول شيء انه البيشنت ما عض، والخطا الثاني انه البي اي دي او الاكس راي بي ما انا موجهه بطريقه صحيحه لحتى تغطي لي او تعمل لي كفر لكل الفيلم. طيب هون شو بنلاحظ؟ بنلاحظ هون انه الصوره مغبشه اوكي، او يعني شو بدي اقول لكم، هيك الصوره صايره كانه صورتين او صوره وصوره ناقصه مركبين فوق بعض، هذا الشيء ناتج عن انه البيشنت تحرك. اخر شيء انا عم بحكي لكم انه الانسيسري فيلمز، انه الملخص اننا لما بدنا ناخذ راديوغراف الاكس راي بالنهايه هي اشعه مضره تمام، بدنا نحاول انه نخلص شغلنا وناخذ فايدتنا وناخذ الصور اللي نحن محتاجها باقل قدر من الصور تمام، ما تاخذوا صور للبيشنت وهو ما انه محتاج. يعني مثلا بهاي الحاله هون افترضوا انه انتم اجاكم بيشنت اوكي من زمان تمام، وكان عنده مثلا ثيرد مولر، وانتم قلعتوا له الثيرد مولر خلص راحت تمام، رجع مثلا بعد فتره مره ثانيه وانتم بتعرفوا البيشنت وبتعرفوا انه انتم قلعتوا له الثيرد مولر، خلص ليش لحتى تاخذوا له الصوره صورة يعني لمنطقة الثيرد مولر وهو ما محتاجه تمام. فهي هون مثلا منطقة اوكي، او مثلا انتم بتعرفوا انه انتم مثلا قلعتوا له السكند مولر كمان، فليش لحتى تاخذوا له صورة لمنطقة السكند مولر اوكي، انه هي مثلا فيني اكتفي بالصورة تبعت البري مولرز تبين لي الفيرست مولر وخلص، بدل ما يعني لقدام نحن رح نعرف نحكم بالضبط انا امتى بحتاج للصوره وامتى ما بحتاجها، اذا بحتاجها بعملها اذا ما بحتاجها ما لازم اعملها. طيب هون كمان نفس الشيء، انه انا يعني خلص اخذت حاجتي، هي هون الفيرست مولر موجوده وبدي اياها، بعدين انا ما عندي اسنان وانا بعرف انه المريض ما عنده مشاكل مثلا بالعظم او باللثه، فخلص ما بيحتاج اني ارجع اعيد الصوره بالنسبه للمولرز اوكي. وهون طبعا اذا البيشنت يعني اصلا بالاصل ما عنده اسنان ويعني احنا عم ندور على مشاكل بالاسنان، هون طبعا البيشنت مركب دينتشر اوكي، فليش لحتى اخذ له راديوغراف ما في داعي. هون طبعا عم يحكي لنا عن، رجعنا حكينا عن الفول ماوث سيريز، بالفول ماوث سيريز اللي هي كم صورة أشعة أنا بحتاج إني أخذ لحتى أعمل صورة لكل الأسنان الموجودين عند البيشنت. بالبيري أبيكال
تمام بالبارالينج اوكي تكنيك راح احتاج لسبعه او ثمان صور للانتيرير، ثمانيه للبوستيرير، واربعه بايت وينج. اوكي فالمجموع كله صار عندي 20. بينما بالبايسكتنج بالبيري ابيكال راح احتاج لسته انتيرير، ثمانيه بوستيرير، واربعه بايت وينج، فالمجموع عندي هون 18. هذا ان شاء الله بنشرحه بالفيديو الجاي. وبس هذا هو اهم شيء. إذا وصلت لهون يعطيكم ألف عافية يا رب، وإن شاء الله موفقين وما تخافوا من شيء. هون كمان شغلات الدكتورة كمان قرأت قراية، فما أنا محتاجة لشيء. موفقين إن شاء الله دايما، ويعطيكم ألف ألف عافية. باي باي.